فنسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ. في سجلات نصر أكتوبر المجيد، أحداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديرا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن. وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات. ومن بين هؤلاء الأبطال الفريق سعد الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة في حرب أكتوبر. ولد الفريق سعد الشاذلي بمحافظة الغربية في الأول من إبريل عام 1922، وتخرج في الكلية الحربية ضابطا بسلاح المشاة في فبراير عام 1939. شارك في الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين، وأسس وقاد أول فرقة مظلات في مصر عام 1954. قاد كتيبة مظلات أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ثم قاد اللواء الأول المشاة في حرب اليمن من عام 1965 حتى عام 1966، وعين قائدا للقوات الخاصة من عام 1967 وحتى عام 1969. تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة المصرية في 16 من مايو عام 1971 وحتى 13 من ديسمبر عام 1973. أصدر التوجيه 41 والذي حدد فيه أدق المهام التفصيلية للقوات المصرية أثناء العبور والاقتحام، وينسب إليه الفضل في وضع خطة المآذن العالية العملية بدر، والتي فتحت باب النصر في حرب أكتوبر. سجل التاريخ اسمه بماء الذهب كأحد أبرز القادة العسكريين في التاريخ المعاصر، فحصل على وسام نجمة الشرف العسكرية عن دوره القيادي في حرب أكتوبر. ورحل الفريق البطل سعد الشاذلي في 10 من فبراير عام 2011 منح قلادة النيل العظمى عن أعماله الجليلة التي قدمها للأمة المصرية. مساء الخير ومساء السعادة عليكم مشاهدينا مشاهدي قناة المحور من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. اليوم حلقة جديدة واحتفالات جديدة عن انتصارات أكتوبر المجيدة، أكيد مكملة معنا في حلقات السابقة والحلقات الجاية إن شاء الله. أكيد رح نحكي اليوم عن فصول مهمة كتير انكتبت بالتاريخ، عن أشرف وأنبل معارك حربية حكى عنها العالم كلياته، معارك تغزل فيها كل جيوش العالم وأشاد فيها بقوة وعزيمة وإصرار الجندي المصري. أكيد يا رندو، وخلينا نقول إنه هي 50 سنة مليانة بالبطولات وبالتضحيات عن انتصارات أكتوبر المجيدة. الحقيقة هي انتصارات في كل شيء، انتصارات على الجبهة، انتصرنا في زي ما قلنا في الجبهة في ميادين المعركة، انتصرنا في الحرب، وانتصرنا كمان في السلام، ورجعنا أراضينا بالدم والتضحية واستشهاد جنودنا وزبطنا من الجيش المصري، وكمان رجعناها كمان زي ما بنقول بالسياسة بالدبلوماسية والتحكيم، ما فرطناش الحقيقة في أي قطعة من أرضنا الحبيبة مصر. واحد من أبطالنا دول هو الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي، قائد المجموعة 39 قتال الصاعقة في حرب أكتوبر، وزي النهاردة من 50 سنة قدر يقوم بعملية قوية جدا، عملية ضرب فيها مواقع العدو الإسرائيلي في شرم الشيخ وراس محمد. هنتعرف على تفاصيلها من بنته الأستاذة ليلى الرفاعي الموجودة معانا دلوقتي. أستاذة ليلى، مساء الخير أستاذة ليلى. مساء النور، أهلا وسهلا، منورانا على شاشة قناة المحور. الله يخليك بما أننا بنحتفي باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، إيه الرسالة اللي حابة تقوليها النهاردة؟ حابة أقول لكل الأبطال اللي عايشين، كل الشهداء اللي استشهدوا، إن إحنا أنتوا عايشين في قلوبنا ولسه عايشين معانا،
واحنا عايشين في امان بسبب اللي انت عملتوه عشاننا، وهم ضحوا بحياتهم وبارواحهم عشان نعيش احنا في امان، وتطلع اجيال ورا اجيال تفتكرهم وتفتكر بطولاتهم، وهم اللي يعني احنا اللي كسبنا النتيجه، احنا عشنا عمرنا كله في امان وسلام الحمد لله. طيب استاذه ليلى برحب الله يخليكي، اهلا برحب بيكي مره ثانيه، وخليني يعني في اجيال كتير وجديده طالعه ما يعرفوش حاجات كتير طبعا من خلال المدارس من خلال الجامعات، في حاجات ناس كتير يعني واحنا بنحاول من خلال دورنا كاعلام بنعرف الناس بابطالنا، فخلينا كده من خلال برنامجنا هو وهن اعرفي كده الناس مين هو الشهيد البطل ابراهيم الرفاعي، مر 50 سنه على استشهاده، الكلمات اللي كان بيقولها لكم، الكلام اللي كان بيتكلموا مع حضراتكم في البيت مع انتوا كاسره كان بيقول لكم ايه؟ بصي هو انسان عادي جدا، اتولد في عيلة عسكرية، كان جده ضابط وخلانه ضباط، واتولد في وقت كان فيه احتلال انجليزي، كان بيتهم في العباسية قدام معسكرات انجليزي، كان مش حابب حكاية ان في يبقى محتل في البلد، فهو مقرر من وهو صغير ان هو هيطلع ضابط زي جده وخلانه عشان يطرد المحتل ده. وكان بطل رياضي في 7-8 ألعاب رياضية، واخد بطولات ويطلع الأول أو سباحة ورماية واختراق ضحية وحمل أثقال، وكان هداف الجيش في كرة القدم وأمهر ضرب البندقية في كلية حربية، ده كان بطل في كل حاجة الحقيقة يعني ده صحيح الحقيقة، ربنا كان مديله قدرات، أنا بقول يعني عشان هو خلقه المهمة محددة، المهم هو كبر وهو وإخواته ووالده كان مأمور وكانوا بيتنقلوا في البلاد وكده، فدخل ثانوية عسكرية وتفوق فيها ودخل الكلية حربية، وإخواته برضه زيه الأصغر منه دخلوا برضه الكلية، وابتدى أول حرب 56 بعد ما اتخرج بسنتين، ما اتخرج 54 دخل اول حرب، كان له بطولات في بورسعيد قويه جدا، كان له مهارات وقدرات في القتال والتخطيط وكده، وبعد كده راح حرب اليمن هو وامامي الاثنين، عمي سامح وعمي سامي كانوا صاعقه كلهم، عمي سامح استشهد كان اصغر منه، وبابا رجع بعد كده راحوا دخلوا في حرب 67، طبعا 67 احنا ما حاربناش. فبابا زعل جدا ومن كتر زعله جات له قرحه وكان بينزف معدته، وكان مقرر ان هو لازم ياخد بطارنا وياخد يرجع ارضنا. فابتدى يكون مجموعه 39 قتالي. طب احكي لنا ذكرياته اكثر استاذه ليلى مع تاسيس المجموعه 39 قبل حرب اكتوبر. بصي حضرتك هو كونها 68، دي كانت ابتدت بنواه يعني مجموعة من ضباط الصاعقة البحرية والصاعقة البرية، هو اختارهم بنفسه يكونوا ناس ضباط ليهم قدرات خاصة يقدروا ينفذوا المهام اللي هو عايز ينفذها. أوكي. تحت قيادة طبعا تحت سلاح المخابرات والاستطلاع الحربية. فقاموا ب 39 مجموعة، الأول في البداية 39 عملية تحت اسم منظمة سينا. لغاية لما هو صمم الشعار بتاع 39 قتال اللي هو راس النمر، وبقى اسمها المجموعة 39 قتال. وابتدوا بقى يقوموا بعمليات خلف خطوط العدو. اول عمليه عملوها كان العدو كان مجمع الذخيره والسلاح اللي احنا سبناه في حرب 67 اللي استولوا عليه، وكان مشونهم في مخزن كبير وعايز يعمل بيهم معرض قدام العالم يقول ادي سلاح المصريين اللي احنا خدناه. فبابا اتكلف المهم ان هو ينسف في مخازن الذخيره دي، كان فيها حوالي 1,000,000 قطعه ذخيره، وفعلا قام نسف الذخيره دي عشان العدو ما يستفدش بيها، وقالوا ان سينا يعني فضلت منوره 3 أيام من الانفجارات. دي كانت بدايه العمليات بعد 67 على طول يمكن 3 أسابيع او حاجه. واستمرت بقى العمليات كلها، كان في معمليه قويه جدا لما استشهد الفريق عبد المنعم رياض الله يرحمه. طب استاذه ليلى اتفضلي، وفاة فريق عبد المنعم رياض كان ليه أثر كبير، أثر نفسي كمان كبير قوي على الشهيد إبراهيم الرفاعي، قولي لي بقى إزاي أخذ بطاره؟ على الجيش كله. وكان بطل وكان محبوب جدا، الجنرال الذهبي يعني كان مسمى كده في امريكا وفي روسيا. في اليوم الأربعين بتاع استشهاده بابا هجم على موقع لسان التمساح، ده اللي انطلقت منه الدانات اللي استشهد منها فريق عبد المنعم رياض. هجم على الموقع ب 64 فرد من مجموعه ودمروا الموقع الاسرائيلي، كانت نقطه حصينه. ودمروا يعني قضوا على ال 44 اسرائيلي اللي كانوا على الموقع، وخدوا سلاحهم وخدوا اسرى ونزلوا العلم الاسرائيلي ورفعوا العلم المصري، وفضلوا على الموقع 3 ساعات مستنين قد اي حد يجي لهم، طبعا ما حدش قدر يجي ناحيتهم.
فضل العلم المصري على الموقع 3 شهور بس ما قدرتش تنزله، فده كان انتقاما لوفاة الفريق عبد المنعم رياض. طيب خليني يعني على ذكر العلم الإسرائيلي، وزي ما بنقول ان احنا دورنا هنا ان احنا نعرف الأجيال الجديدة بالحكايات، واحنا شخصين في حاجات احنا ما نعرفهاش، لكن انا عارفة ان في حكاية عند حضرتك خاصة بالبلكونة وعلم الإسرائيل، وان انتوا دوستوا او دهستوا عليه في الشارع، احكي لي الموقف ده. ده صحيح، كان بره في برضه موقع جوه كان هجم عليه وخد العلم بتاعه وهو راجع. كنا صغيرين انا واخويا، كان عندنا مثلا 6 سنين و5 سنين او تقريبا كده، اخويا اصغر مني بسنه ونص. ففي العيد هو دايما كان ينزل معانا يجيب لنا لبس العيد والبومب والحاجات دي عشان الصبح نصحى نلبس اللبس الجديد. فالصبح حطوا لنا في البلكونه وقال لنا اقفوا عليه عشان اصوركم احنا وماما. وقفنا عليه فعلا، دوسنا عليه وصورنا احنا صغيرين. هو كان بيفرجنا الصور لما بيعمل استطلاع ويشرح لنا من احنا صغيرين ده حتة دي بأرضنا وبلدنا والعدو مستولي عليها وان لازم نرجعها واحنا مش هنسمح لحد ياخد أرضنا. فاحنا كبرنا، واحنا يعني كبرنا لقينا عمنا شهيد في اليمن وبابا بيحارب كل يوم وعارفين ان في عدو، بابا مش هيسيبه، بابا قال طول ما انا عايش لازم دول يخرجوا من مصر. طب استاذة ليلى، بما انك ذكرتي الوالدة، احكي لنا اكتر عن ذكريات الشهيد رفاعي مع والدة حضرتك. بصي حضرتك، والدتي كانت برضو من عيلة عسكرية، هي كان ليها 5 اخوات ضباط اكبر منه في سنه، هو بابا كان صاحب واحد فيهم من هم في ثانوية عسكرية عن طريقه يعني تم معرفة او تم الجواز بينهم. بابا لما جه يتقدم لماما قال لها انا هعيش 10 سنين بس، وافقة؟ قالت له اه. كانت عارفة ان هو بطل، كان ابتدى يروح الحرب 56 وله بطولات واخد نياشين كتير وكده، فعارفه ان هو حابب يعني عنده موهبه الحرب وبيعرف يعني بيعمل عمليات خطره خلف الخطوط. واخواتها بما انهم كانوا ضباط فهي برده كانت جامده يعني تعرف يعني ايه ضابط وتعرف المسؤوليه. طبعا فحبوا بعض واتجوزوا، واول ما خلفونا بابا راح حرب اليمن وابتدى بقى المجموعه 39، فكانت كل يوم عارفه ان هو ممكن نازل مش راجع. مع ذلك يعني كانت واقفه جنبه وهي اللي شايلانا وواثقه فيه ان هو يعني الحمد لله ربنا كان بينجيه، يعني 98 عمليه في الاستنزاف بس خلف الخطوط. طب استاذه ليلى، اخر سؤال، ازاي استقبلتوا خبر استشهاده؟ طبعا هو لما استشهد رئيس السادات ابلغوه يعني ان بابا استشهد في لحظتها، فقال لهم لازم ترجعوا بيه باي ثمن، فرجعوا بيه وبعدين بلغوا عمامي وكلموا ماما. يعني راحوا بقى وكده، بس خبت ماما خبت عليا انا واخويا كذا يوم كده، فابتدينا نشوف الناس بتيجي تعزي تقول لهم مين مش راضيين يقولوا لنا. انا حسيت ان بابا مش موجود. كان عند حضرتك كام سنه يا فندم؟ 10 10 سنين. بس كان بياخدنا معاه المجموعه وبيعلمنا الرمايه شايفينهم وعارفين دول بيحاربوا، يعني احنا عايشين معاه في القصه دي شايفينها بعينينا يعني. فماما لما ضغطنا عليها بقى قالت لنا بابا استشهد، فاحنا عيطنا بقى احنا الثلاثه وعرفنا خلاص بابا مش راجع تاني يعني. وهي شالتنا بقى الحقيقه 46 سنه بعديه كل شيء، ربنا يرحمها، هي توفت بقى 5 سنين ربنا يرحمها، هي يعني وقفت معانا يعني 100 رابط الحمد لله وعوضتنا يعني عن غياب. واحنا عمرنا ما حسينا ان هو غايب، لان الشهيد ما بيموتش، دايما في مواقف معينه بنحس ان هو موجود معانا، سواء غائب ممكن غائب بجسده بس اكيد روحه كلياتنا شايفين حالنا فيها، فخورين جدا فيها. بنشكر حضرتك اكيد استاذه ليلى. انا اللي بشكركم جدا، وكل سنه وانتم طيبين وربنا يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله شرفتينا ونورتينا اكيد بحديثك معنا على قناه المحور وبرنامج هو هنا. يعني هاي كانت حكايه من حكايات انتصارات اكتوبر، بس لسه حلقتنا اكيد مكمله وحكايات الفن والدراما بس بعد شوي. الأداء يوم 6 أكتوبر كان أداء رائعا، كان لدينا في الدقائق الأولى على الضفة الشرقية للقناة 19800 مقاتل. في نفس الوقت بدأت مفارز المكلفة باقتحام النقط الحصينة تهاجم النقط الحصينة من خط بابليف، وسقط هذا الخط في خلال 18 ساعة من بدء العملية الهجومية. أكتوبر 73، 50 عاماً
من العزة. يمكن من أكتر المواقف اللي كانت شاهدة على قوة وحماس الشعب المصري أثناء حرب أكتوبر تحديدا هي الأغاني الوطنية والعمل الفني بشكل عام بقى، سواء سينما سواء دراما. لكن خليني أقول أن الأغاني الوطنية ما كانش فيه شخص أو مواطن مصري ماشي في الشارع الحقيقة ما بيرددش الأغاني دي في كل منطقة في كل حي في كل محافظة، وتحديدا بعد صدور بيان العبور كان يوم 6 أكتوبر. دليل الأغاني الوطنية اللي ارتبطت بحرب أكتوبر مليانة بقصص وحكايات، زي مثلا أغاني على الربابة وعاش اللي قال وبرايات النصر وبسم الله الله أكبر، وغيرها من الأغاني الوطنية اللي حركت مشاعر المصريين وقت الحرب. تفاصيل وحكايات وتحليل وافي عن أغانينا الوطنية أثناء الحرب هنعرفها النهاردة مع ضيفنا الناقد الموسيقي الكبير الأستاذ أشرف عبد المنعم. استاذ اشرف حضرتك منورنا النهارده. الله يحفظك يا استاذ اشرف، وحشتنا والله. ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ ما تشوفيش وحش. الله يخليك. الحمد لله تمام. ازاي حضرتك كنت شايف الحاله الحماسيه اللي كانت عند كبار الملحنين والمطربين؟ ما كنتش شايف الحقيقه، ما كنتش معاهم وقتها خالص. انا هقول لحضرتك، هو انتوا يعني خلينا نقول انا وقتها كان عندي 8 سنين لما قامت حرب اكتوبر، فمانيش يعني شاهد مؤرخ على شاهد عيني. يعني مش بس فاكر طبعا ان كان في حاجه بتحصل. 8 سنين طبعا بيروح صغير طبعا، بس ذاكرتي جايبه برضو ان كان في حاله كويسه جدا. وبخصوص القناقد فني اكيد برضو انت كنت تستمع. انا كنت طفل بقى. لا انا قصدي بقى لما كبرت يعني تمام. وبقى ليك طبعا ذو شأن، سمعت حاجات كتير اكيد، فاحنا محتاجين احنا يعني نستفيد من حضرتك. الله يحفظك. شوفي، هو احنا قدام ملحمه حقيقيه حصلت، بس هذه الملحمه كان ليها دور كبير جدا ان هي محت فتره كانت مفروض انها أليمة جدا في حياة الشعب المصري. خلي بالك احنا الشعب المصري ده اتغلبنا من السنغال في ماتش كورة، حزننا قعدنا كذا. أيوة. ما طلعناش كاس العالم. شوف المصيبة، ما طلعناش كاس العالم. ما بالك بقى بدولة اتضربت كل قواتها وضربت مطاراتها وضربت كل الأسلحة بتاعتها، فدي اكيد كانت صدمة احنا ما عشناهاش، مش واعيين ليها، بالذات ما هي كانت اتولدت. لا ما كانتش موجودة اصلا. ولا انت على ولا انا. ولا انا ولا انا الحقيقه، بس انا يعني الصدمه كانت كبيره جدا. لكن المشكله ان الملحمه دي تلقفها بقى مبدعين انا بعتبر ان هم كانوا مهواه بصراحه. يعني ما كانش مستوى الابداع متناسب مع حجم اللي حصل. يعني الابداع بتاعنا ضعيف جدا، وبالتالي نقلوها بشكل ضعيف جدا للاجيال اللي بعديها. هو انتوا بقى. ايوه. وانا بقى لما كبرت يعني اتنقلت بشكل ضعيف، مش واخده حقها. كل واحد بيحكي وجهه نظره. لا مش واخده حقها. يعني حاجه كبيره جدا حصلت. انت مش متخيله يعني ايه دوله تخدع دوله تانية جنبها هي اللي كانت منتصره عليها، اللي هي دوله اسرائيل. منتصره وواخده الحاد القنال، وواقفين احنا في الصحراء، ازاي هننقل كل الجيش ده عشان نعدي مانع مائي ونقتحم خطوط بارليف ومش بارليف؟ عملية صعبة على فكرة لو فكرنا فيها وحاولنا نجسدها للشباب الصغير لو مش فاهم الموضوع ده. الحدث كبير جدا. صح. انك تخدعي العالم كله، وتخدعي الساتلايت الامريكاني، وتخدعي اليهود اللي قاعدين منتبهين. لما جم يعبروا عنها في السينما المصرية وفي الأغاني، بصراحة عبروا بطريقة معيبة. كانت ضعيفة. لا معيبة. أنا مش عايز أقول ضعيفة، دي طريقة معيبة. أنا شايف زي شايف أفلام. زي فيلم إيه مثلا؟ أنا هقول لحضرتك. ما أنا جاي النهاردة أقول لك. يعني بس على فكرة قبل ما حضرتك تقولي خليني، ده ممكن أكيد أفلام قديمة، لكن في الجديد مثلا كان في فيلم الممر. فيلم طبعا فيلم الممر. طيب خليني أقول لك حاجة بالنسبة لفيلم الممر أو الأفلام التانية. بعدين عن الممر دلوقتي، خلينا في اللي هو قبل الممر. قبل الممر عبارة عن قصص حب. واتلزق لها فيلم، اتلزق لها شوية حاجات حربية. يعني آخر الفيلم تلاقي بقى المعركة قامت وانتصرنا اتخلق لها الحرب. يعني اتخلق حرب. لزقوا لها حرب كده. لكن هو القصة نفسها مش معبرة عن عن المأساة بتاعت المصريين. حاولوا يعبروا، بس الظاهر كانت في سرعة في التنفيذ، و
عايز اقول يعني ايه يعني الحاجات دي اتكروتت بصراحه. فبالتالي النهارده لو جبت الجيل اللي هو الصغير هو مثلا ولادي وقعدتيهم قدام التلفزيون يتفرج على الافلام دي هيضحك. صح. لانها مش معموله باي تقنيه وفيها غلطات فنيه ضخمه. يعني اذكر من زي هقول لك من ضمن المشاهد مثلا معروف من الحرب مثلا اكتوبر دي كانت في رمضان. فالناس قاعده على القهوه. فاعلنوا البيان. فالراجل نزل مشاريب، مشاريب ايه اللي بتنزلها للناس في رمضان دي؟ يعني حتى وقعت في العاشر من رمضان. كان في العاشر من رمضان. عاشر من رمضان فحضرتك جاي تشرب الناس بتفطرهم يعني في رمضان. الحرب كانت الساعه 2 الظهر. فالناس صايمه. فشوفي انت بقى لما تتعاملي او مثلا تلاقي فيلم تاني الحرب قامت الساعه 2 الظهر والبطل بتاع الفيلم بيحارب بالليل بقى. يعني هو بعد ما حاربه بيهاجم بقى بالليل بعض المواقع بتاعت اليهود. فاليهود الحقيقه سكرانين وبيغنوا. سكرانين ايه مع يعني مع تيه دول ولا ايه؟ يعني واحد راح يحاربها يعني يعني راح يسكر ازاي؟ صح. سكر باين وطالعين بيتطوحوا من الـ من الـ الحاجات دي. ده استخفاف. عمر الـ 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 السينما العالميه مثلا ما استقلت بالجندي الالماني. يعني دايما يطلعوه قوي عنيف. صح. عشان كده هم غلبوه فبقى في معنى للحرب. انما انت مطلع لي شويه معاتيه بتحاربهم نايمين وطالعين سكرانين يعني. يا عم بس خليني اقول لحضرتك الحاجه، يعني مثلا انا هتكلم على فيلم الممر. انا الفيلم ده عجبني جدا، انا دخلته يمكن مرتين او ثلاثه بجد والله. وما كلمت التلفزيون، انا بجد دخلته مره لوحدي ومره مع ابني ومره كان يعني حزب مستقبل وطن عامل عرض لابطال الفيلم. انا كنت يشرفني ان انا كنت من ضمن المعزومين. يعني فيلم بجد حلو جدا. بمعنى ايه؟ الفيلم كان بيعرض كل الحياة الاجتماعية، حياة كل ضابط منهم، حتى تأثير الفن. كان في لقطة وكانوا احمد، كان الفنان احمد رزق كان هو طالع صحفي وهم قاعدين عمالين بيغنوا او بيتفرجوا كمان على فيلم، فكان مطلعين لك تأثير الفن على الضباط او الجنود انه برضو ليه تأثير ايجابي عليهم. فكان فيلم الممر فيلم اتعمل بنضج ماشي، بس المشكلة ان هو ما فيهوش يعني ايه نوعية الافلام الحديثة دي ما بيبقاش فيها النيرف بتاع العصر بتاعها. يعني هو الغلطة ان احنا ما صورناش حاجات في هذا الوقت، ما عملناش افلام. حتى حرب اكتوبر من ضمن الحاجات اللي هي يعني كان مصرين او كان القيادة السياسية والعسكرية وقتها انها اخفت هذا الحدث لدرجة ان هم ما جابوش فرق تصور، يعني ما صوروش حرب. حتى المشاهد دي كلها اعتقد انها كانت مناورات ما بعد الحرب اتصورت، فما فيهاش برضو النيرف، لانك هتلاقي خط بارليف مفتوح الطريق، يعني مش باين بقى بالشكل اللي هو الاصلي اللي هو الحصن المنيع ده مش باين. هتلاقي الفتحات باينه بتاعت المضخات الميه وبتاع. فانا عايز اقول ان احنا ما استغلناش الحدث ده بشكل كافي، واحنا محتاجين ننظر ليه نظره تانية، لان ده في ناس عبقره وراه. يعني انت عندك واحد مثلا زي اللي هو باقي زكي يوسف، ده اللي هو اخترع حكايه الميه والخراطيم الميه دي، فكره عبقريه على فكره. يعني هو استلهمها من شغله في اثناء سد العالي، وكانوا بينزلوا الساتر الترابي هناك بنفس الطريقه، فهو محدش عارف المعلومه دي او ما اتفتحش الموضوع ده قدام الاجيال، ان راجل عبقري زي ده لواء ضابط قبطي هو وعمل هذا الاكتشاف، ده ساعد ان القوات دي تخش. سعد الشاذلي، فريق سعد الشاذلي، دول اسماء ضخمه. طبعًا. انا اشك انك تعرفيهم. حقيقي احنا كل مدى بنستكشف ابطال جديده. لا ده في ملايين مثلا الابطال. محمود سعاده اللي اعاد الوقود المنتهي الصلاحيه، اعاد تدوير وقود، عملوا مليون حاجه. الفريق احمد بدوي. الفريق الجمصي، اسماء كبيره جدا. احنا بقى في وقت معين وفي عصر معين اختزلنا الحرب دي كلها في الضربه الجويه. ماشي، الضربه الجويه دي كانت صح وكانت مهمه وكان، بس الحرب كان فيها حاجات تانية. حاجات تانية. فقعدنا 30 سنه بنقول انها بس ايه الضربه الجويه. ماشي، ضربه جويه. وبعدين ما الضربه عشان يعني نحطوا سنسل دراما بس. ما هو الضربه الجويه دي مهمه طبعا، لكن دي حاجه من الحاجات اللي حصلت، حاجه من ضمن حاجات. أيوة. طب ضربه المدفعيه دي ما كانش ليها لازمه. طب لا الجنود طبعا اللي نزلوا ماتوا دول ما كانش ليهم لازمه. فعايز اقول لك انها الحدث كبير. من ضمن الحاجات بقى اللي اتعملت هي فكره الاغاني. لو عايزين نرجع للموضوع، عايزين نتكلم على الاغاني بقى. الاغاني برضو، الاغاني فيها شجن.
يعني أغاني ما ينفعش تتغنى لما تسمعي الأغاني بتاعت الروس مثلا في الحرب العالمية، أو أغاني الألمان، أو أغاني أي حد يعني بصراحة فيها حماسة الأغنية الوطنية. الأغنية الوطنية ليها مقومات، دي أغاني شجن يعني. وأنا على الربابة بغني، بتغني ليه على الربابة يعني؟ مش عارف إيه يعني، إيه يعني، يعني إيه علاقتها بالموضوع يعني؟ ده حاجة مصرية فيها شجن يعني. مثلا أغنية تانية بتاعت بسم الله، لا بسم الله دي كانت حلوة يعني، بسم الله حلوة فيها حماسة، بس هي فيها إيه يعني؟ مش عارف يعني، يعني عبرت عن إيه؟ إن إحنا كلنا طلعنا بسم الله صحيح، بس هو كان بسم الله الموضوع كله كان بسم الله، ولا كان في تخطيط وكان في يعني أكيد. الاغنيه ما تناولتش الموضوع طبعا، كل حاجه بسم الله، لكن مش دي اللقطه يعني. طب اغنيه عبرنا الهزيمه مالها؟ ما هي كويسه برضه، ما هي نفس الفكره. والالحان حتى المقامات بتاعتها مقامات شرقيه، ما حتى ما تتعزفش. لما بتشوفي في الماتشات مثلا عايزين يغنوا اغنيه يا اغلى اسم في الوجود، هي دي اغنيه يا اغلى اسم في الوجود دي. احنا كلنا، انا فاكره انا من وانا في صغيره في المدرسه كنا في الطابور الصباحي، احنا كنا بنقف يعني احنا تربينا على يعني في اغاني معينه احنا كده نشأنا عليها او طلعنا عليها، وبتحرك مشاعرنا قوي حتى يعني نسمع اول. عندنا اغاني وطنيه حلوه، احنا ما قلناش انها وحشه، بس بقول لك هل هي معبره عن الحدث، عن الحدث هل بقوه الحدث؟ هي دي المشكلة، ان احنا ما بنبصش على الامور بشكل جامد. وبعدين عايز اقول ان حرب اكتوبر هي برضو لو فكرنا فيها بشكل كده موضوعي هتلاقيها هي برضو مستوحاة من الانزال بتاع نورماندي في الحرب العالمية الثانية. النورماندي ده كان برضو مانع مائي كبير جدا وتحصينات كبيرة جداً. نفس الشكل يعني. شوفي هم تعاملوا ازاي مع الـ شوفي كمية الافلام اللي اتعملت على انزال نورماندي ده. مش نورماندي تو لا يعني نورماندي اللي هي بجد بقى، نورماندي بجد دي كارثه كانت ان ينزلوا الحلفاء، ودي غيرت مجرى الحرب. شوفي هم بيشتغلوا عليها ازاي وبيصوروها ازاي. اللي احنا عملناه لا يقل على فكره اهميه عن انزال نورماندي ده، لان برضو مانع مائي وساتر جامد وتحصينات كبيره جدا وفرق مدرعات واقفه وراه وفرق مدفعيه، الموضوع ما كانش سهل. انا لما بتكلم من واقع غيره وطنيه، ان احنا لما نعوز نعمل حاجه لازم نعملها بشكل يليق. طب حضرتك كنت شايف ايه السبب في ده يعني دلوقتي؟ التسرع. التسرع طبعا، ده اغاني حلوه كلها شجن وكلها عايشه لغايه دلوقتي، مش هنقدر ننكرها طبعا. اغنيه بسم الله واغنيه ام البطل واغنيه كل الاغاني اللي احنا يعني هتلاقوها اكيد هتنزلوها في المزيكا دلوقتي. لكن عايز اغاني حلوه، انا ما بعيبش فيها. وبليغ حمدي كان عبقري، وعلي اسماعيل كان عبقري، وعبد العظيم محمد عمل اغنيه حلوه جدا بتاعت شهرزاد. يعني اغاني حلوه كاغاني، لكن انا بتكلم من منطلق مش متمشيه مع الحدث. حدث يعني كبير يمكن زي من وجهه نظرك ايه الاغنيه اللي تمشت مع الحدث من وجهه نظرك؟ بسم الله دي حلوه طبعا، بليغ حمدي، واغنيه رايحين شايلين في ايدنا سلاح طبعا. دي الاغنيه دي حلوه برضو. والاغاني دي واضح انها، لان برضو لما بنسمع عن الفتره دي الملحنين يعني كمصريين انفعلوا مع الحدث وحبوا يشاركوا وراحوا جريوا بعد انهم عاشوا المأساة بتاعت الهزيمة، فبرضو فرحوا بالنصر، فده من حقهم ان هم حالة عبروا. حماسية، حالة حماسية راحوا عاملين بينها هذه الأغاني، أغاني جميلة ومحترمة وعايشة في وجداننا كلنا. ولكن أنا أحب ان يتعمل حاجات. وبعد كده حصل بقى 30 سنة قعدنا نغني أوبريتات بقى، إيه أوبريتات أوبريتات، ولا أغنية فيهم علمت. أيوة، لأنها مصنعة يعني، ما كلها مصنعة كمية أوبريتات. يعني مثلا في الأغنية اللي نزلت، بس دي بقى طبعا جديدة على جيلنا، يعني أيام الانتخابات الرئاسية، الفنان بشرة خير حسين الجسمي دي عايشة وتسلم الأيادي. طبعا ما هي دي برضو طالعه من نبض الناس يعني. تاني يعني قصدي بشرة خير بنشغلها في الافراح في المناسبات، مبهجه الاغنيه. مبهجه بنشغل بشرة خير في الافراح والله. طب اقول لك، طب والله اقول لك على حاجه الناس مش هتصدقني، انا كنا مشغلينها في فرح اخوي بجد. الاغنيه مبهجه، الاغنيه حلوه، الاغنيه فيها تفاؤل يعني. الاغنيه حلوه طبعا، عاملها عمرو مصطفى وغناها وكتبها اعتقد ايمن بهجت قمر وغناها الراجل المحترم الاماراتي ده اللي بيعشق مصر، ده اللي احنا المفروض نكرمه على حبه في مصر ده بصراحه، لان الراجل ده غنى اغاني حلوه جدا وعامل اغاني احلى منها كمان قبل كده وبعد كده في الاطار الوطني يعني. الوطني فاحنا عايزين نقول ان احنا لما نيجي نعمل حاجه لازم نهدى شويه ونفكر ان دي للاجيال مش في اللحظه،
في اللحظه بتبقى ماشي انفعاليه كده زي الثوره بتاعت 25 يناير دي، ما طلعت كميه اغاني هستيريه بس كلها ايه؟ ندب. كلها حزن على الوطن المفقود واللي هيعود يا عم انت جاي تنكد علينا يعني، انت مش صح. مش بتديني اغنيه وطنيه، مش عارف انا عارف اوصل لك المعنى. أنا اغنيه وطنيه تبقى اغنيه حماسيه اغنيه قويه، الوطن مش حاجه ضعيفه كده اللي هي فكره بهيه ومش عارف اللي هي مسلوبه. عايز اغاني تفاؤليه عبرت قوي عن الثوره يا بلازي. يعني بلادي دي مش بتاعتهم اصلا، دي بتاعت بليغ حمدي في فيلم على العمر لحظه. بس عبرت قوي عن الثوره واحداث الثوره. خدها بقى، خد اللقطه بحلواهم مرها. لا هي الاغنيه دي اتغنت على فكره في فيلم. انا بصراحه انا ما اعرفش المعلومه دي بصراحه. انا بقول لحضرتك اغنيه يا بلادي دي اغنيه اتعملت في فيلم على العمر لحظه وكانت على الاطفال اللي اتضربوا في مدرسه بحر البقر. الاغنيه نازله هي بس مغنيينها احلى بقى من اللي غناها ده. عملها بليغ حمدي وكانت معمولة بأطفال لأن المدرسة اتضربت والعيال كلهم ماتوا، كان في غدر كده حصل والعيال كلها ماتت في بحر البقر. فاجعة يعني. فاجعة طبعا. فالأغنية دي اتعملت في فيلم العمر اللحظة، لكن لو خدتي بقى فيلم العمر اللحظة نفسه هتلاقي الفنانة ماجدة مثلا من ضمن الحاجات الكوميدية جدا، الفنانة ماجدة بتخدع اليهود على الجبهة واقفة بيرقصوا. يا جماعة احنا هنهرج يعني؟ وين مش ممكن يقولوا ان دي، انا يعني بتكلم حضرتك كناقد بقى فني، ممكن يقول لك دي حبكه دراميه زي ما بنسمع. ايه الدراما يعني في كده؟ ما اعرفش بقى انا بقى. وين يطلع واحد يبص كده بالنضاره، واحد شعره اصفر كده بيتكلم فرنساوي اصلا، وهو اصلا يهودي كان فرنساوي ليه ما اعرفش، وبيقول لهم نو نو نو، ما قالش مثلا لو اللي هي يعني بالنو برضو بالعبري. طب قول لو، انما ايه نو دي؟ مش عارف يعني بيتكلم اليهود بالفرنساوي، هم يعني كانهم مجموعه مرتزقه جايبينهم في عربيه نص نقل مثلا، وقفوهم في خط بارليف ودول بقى خدعوهم. يعني حضرتك بتقول ان كان برضو زمان ده كلام كان في ضعف في مش هنقول ده في سذاجه على فكره. انا اسف، دي مش ضعف، دي سذاجه. مجد صحفيه ايه يا فندم اللي بتطلع تقف على الجبهه تغني بالمنديل والعيال تنط تنزل الميه؟ اليهود يعني انت مطلعهمش بلهاء كده، ومش على طول مطلعينهم مقتبين وعندهم خنف خنف كده ومش فاهمين الكلام اللي بيقولوه وبنضحك عليهم. لا اديهم حجمهم لان هم ادوك حجمك بقى. في الفيلم الاخير اللي نزل اليومين دول بتاع جولدا، جولدا مقير، اتفرج مش قادر يلاقي ثغره ها يمسكها عليك، يعني هو مفروض ان هو مضاد ليكي، ولكن لما جه يعمل فيلم عن حرب اكتوبر اداكي حقك لانه ما قدرش، مش بيتفضل علينا، هو ادانا حقنا. واقع، هو بيحكي واقع. الفيلم مليان بالغلطات والثغرات، يعني مش يعني مش بيوقف غلطات ثغرات. سيبك بقى من الفيلم ك ك ك كتصوير وك وك احداث، انا بتكلم على المبدا نفسه اللي كاتبه واحد يهودي على فكره، ولما كتبوه عن الصدمه اللي حصلت لهم واللخبطه اللي احنا لخبطنا لهم، اللي هي تليق بقى فعلا بحدث احنا، ده احنا اللي عملنا الكلام ده على فكره. يعني هم بيعترفوا ان هذا العمل كان صادم. الفكره ده من زمان برضو، كان في مسلسل اسمه السقوط في بئر سبع برضو، كان الفنانه اسعاد يونس والله يرحمه سعيد صالح. لا كان بي 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 يعني، بس ده احنا طبعا اللي عاملين يعني. لا انا بقول على افلام هم عاملينها، افلامهم هم عاملينها. انا مره كنت اتفرج على قناه ثانيه الاسرائيليه دي، لقيت فيلم بتاع الفنانه ناديه الجندي بيعرضوه عادي، يعني فيلم كان مش عارف مهم في تل ابيب. يعني معقوله يا جماعه وصلوا افلام السهره بتاعتهم بقت افلامنا اللي بتشتم فيهم؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا ان احنا عاملين افلام مش يعني هي درامية اكتر، ما اديناش نفسنا حقنا ولا عرفنا نعبر عن الحدث الحقيقي، الحدث نفسه يعني. فهي الفكرة كلها فكرة ان انت ازاي طول الوقت تفكري ان انت اولا تخلي العدو بتاعك مش ضعيف مش هزيل، لانك انت غلبتيه، فانت لما تطلعيه قوي ده بيضاف ليكي، لكن لما تطلعيه اخنف واهبل وطالع يجري وبيشرب خمره في بالليل في خط بارليف، ده راجل ضايع بقى، ده يعني حتى ما سمعش الضرب اللي حواليه. طب بلاش القياده ما كلمتوش،
الراجل كان نايم مثلا والحرب قامت من الظهر بالليل وطالع تقول لي انا يعني بيسكروا بقى يعني استاذ اشرف. لا يعني خلي الكلام يبقى ليه معنى يعني ما انتفهش يعني لو حتى عايز تعمل حبكه دراميه ما انتفهش من يعني قيمه الحدث لان ده حدث مهم من عملك جدا. انت نفسه طبعا. يعني ما عرفتش تعمله. فالنهارده لما بنيجي نعمل فيلم بقى جديد النيرف بقى مش موجود. يعني بتبقى المشكلة ان اللي بيمثلوا مش حاسين بالموضوع زي اللي كانوا عايشين وقتها. وكمان الجمهور بيبقى مش فاهم الموضوع ده ايما انت ما مهدتوش بالشكل الكافي. هو ايه مفيش اسئلة ولا ايه؟ لا خالص لا ده انا مستمتع بالكلام معي. اغاني يا دكتور اشرف ايه الفرق بين اغاني الوطنية دلوقتي وزمان اللي شايفه مختلف؟ ما هو احنا عندنا مشكلة في الاغاني الوطنية دايما ان احنا بنتكلم بروح فيها يعني عارفة يعني ريحة استعمار كده يعني مش اغاني بتاعت ناس صحاب وطن. يعني دايما تلاقي اغانينا فيها فكرة الوطن والحرية والوطن المسلوب. مسلوب من مين يا عم؟ هو الوطن لسه مسلوب؟ يعني انت ما زلت عايش تحت امبريلة الوطن المستعمر من ايام الانجليز. هو الوطن مش مستعمر على فكرة، احنا اللي بنحكم بلدنا مش كده؟ صح. فدايما تلاقي أغانينا الوطنية فيها تلميحات كده عتاب على البلد وعتاب على الـ على الـ على العيشة وعتاب على أيامنا. يعني ما ينفعش أعتقد ده موجود الثورة أعتقد يعني. لا ولغاية دلوقتي هي الناس يعني أنا دايما أقول حاجة الناس ما بيجيبهاش العجب لو عملت لهم ايه. والله بجد الناس لو عملت لهم ايه ما لازم يقعدوا ينظر اصل مش عارفه بصوا عمل ايه بصوا الدنيا عامله ايه. ما هو العالم كله فيه الكلام ده على فكره. فاعتقد ان هي دي ثقافه عندنا احنا تحديدا كمصريين ان احنا على طول بنلوم وعلى طول بنعاتب وعلى طول بنرمي بنلقح بالكلام فاعتقد هي دي ثقافه. طب ما شفتش يعني. مننا لذيذه قوي يا جماعه لذيذه وخفيفه وما فيهاش اي عتاب فيها نوع من انواع برضو انها بتفكروا ببلده يعني ان هو يعني 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 برضو اللي هو ايه ما يصحش يعمل كده في بلده يعني ما شفتش منيلها ماشي دي برضو اللي ربيتك اكتر عمل طب لا خليني بقى اسالك ايه اكتر عمل فني عاجب حضرتك؟ عمل فني على المستوى الغنائي وعلى المستوى الدرامي وعلى المستوى السينمائي. سؤال اهو عندنا اسئله عندنا اسئله اهو سؤال الاولادي يعني ايه اجمل عمل في ايه في انهي فتره يعني يعني تحددي شويه بس لا في الفتره الحاليه في الفتره اللي احنا فيها لو حضرتك هترجع شريط السينما المصريه لو حضرتك هتختار اغنيه هتختار مين؟ تبتدي بالاغاني هتختار مين؟ اختار اي حاجه لبليغ حمدي بصراحه اي حاجه لبليغ حمدي اي حاجه لبليغ حمدي انا معاها. طيب لان ده عبقري ما خدش يعني برضه لسه الناس ما فهمت زحر باكتوبر كده ما حدش فاهمه بالدرجه وجمله وطريقه تناوله لاي لحن بصراحه جامد جدا. يعني الراجل ده انا بتصور ان هو مرتبه عاليه جدا من الملحنين. طب على المستوى الدرامي كايه كافلام مسلسلات مسلسل مين شايف مسلسل ما هو احنا عندنا مشكله خليني بس اقول لك عشان انت بتحاولي يعني هقول لك يعني ما فيش ولا مسلسل حتى من زمان مش شرط دلوقتي عندنا مسلسلات او كتيرة. حتى مش مسلسل ماشي ما انا هفتكر لكم بس انا عايز اقول يعني اكيد في اغاني رأفت الهجان في ده ما تربين عليها كلنا رأفت الهجان في لغايه النهارده في الجزء الاولاني كان حلو في الجزء الثاني بدات تفتح منهم شويه لكن الجزء الاولاني والبناء بتاع الشخصيه اللي هو بيجنده بيحط بيزرعه في وسط اليهود وده على فكره دي برده كانت من الحاجات العبقريه بتاعت رأفت الهجان دي جون بمليون جنيه طبعا. ولكن برده اياميها كان في يعني انت بصيتي كده حسيتني في مصيبه لقيت نفسي يعني عايز اقول ايه يعني رأفت الهجان فكره كويسه بس برضو عايزين نعلم كده تحت حته ما تخليش الخصم ساذج بلاش حقيقي. حكايه الخصم الساذج دي نقطه مهمه قوي دايما الخصم ساذج. يعني انا نزلت العب مثلا فريق كوره والفريق ما عرفش يلعب كوره فانا غلبت طب ايه ده لكن لما ابقى انا بلاعب فريق قوي يبقى انا بعظم الدور
اللي انا يعني انت خلصت الكلام الحاج بتقول ان احنا كلام مش عاجبني حاجه. لا خالص بالعكس، انت عارف يعني انا بستمتع جدا بوجود حضرتك والله بجد معانا. يعني ان انت عايز تقول ما انتفهش من الامور، نقول الحقائق حتى لو في حاجات علينا احنا مخطئين فيها، بالعكس نعرضها للناس، لان الناس خلاص ما بقتش كمان ما بقتش هبله زي ما بنقول. لا لا، لكن لا لا. الناس شايفه على النت وشايفه على المنصات بيتشاف كل حاجه. يعني فكره انك انت هتعرف تضحك على الناس صعب. يعني ما الفن ما ينفعش ان هو يكون وسيله للضحك على الناس. انما في مسلسلات كويسه، طبعا في مسلسلات كويسه كتير، في ايه هي ما اعرفش مش فاكر دلوقتي، مش مهم. في افلام كويسه، طبعا في افلام كويسه، لكن المهم ان احنا ايه، يعني لما نحب نتكلم عن حدث تاريخي وكبير نتعامل معاه بقدره عشان ما نقللش منه، فيبقى الاجيال اللي بعدينا مش عارفه ايه اللي حصل فتوه الحقيقة. العمليه فتقلب هزار وهي مش هزار. اكيد الناقد الفني استاذ اشرف عبد المنعم، انت نورتنا وشرفتنا، واكيد احنا لينا لقاءات تانية بقى باذن الله. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا. ان شاء الله استاذ اشرف، حضرتك نورتنا النهارده. ربنا يحفظك يا فندم، الف شكر. وبكده نكون وصلنا لنهايه فترتنا، يا رب تكون عجبتكم. بريك سريع ونرجع ليكم مره ثانيه. لسه مكملين معاكم في هو وهنا، وقصص وحكايات وحواديت انتصارنا في 6 اكتوبر لازم نحكي لاولادنا عشان يعرفوا يدركوا ويتعلموا كمان المعنى الحقيقي للتضحيه من اجل الوطن، وهذا تحديدا اللي رح نناقشه هلا مع ضيفتنا في استوديو هو وهنا، الدكتوره منى لملوم كاتبه ادب الاطفال. اهلا وسهلا فيكي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. شرفتينا ونورتينا اكيد. يعني بدايه احنا للاسف هلا صرنا بوقت الديجيتال، خلينا نحكي كل شيء ايباد، كل شيء حتى الكتب صارت مسموعه للاسف. بس اذا احنا حابين اول شيء نحافظ على فكره الكتاب الورق، وحابين نحكي لاولادنا عن انتصاراتنا وتحديدا عن انتصارات او ابطال قصص ابطال حرب اكتوبر، كيف ممكن نعمل هذا الاشي بالوقت اللي احنا موجودين فيه؟ بتعرفي مرات انت احنا نفسنا بيكون في تفاصيل صغيره مو عارفينها، بس بدنا نشرحها لاولادنا اكثر، نحكي لهم القصص والبطولات، نعمل ده ازاي يا دكتور؟ طيب خليني ابدا معاكي من حاجه مهمه قوي وهي الشغف. يعني بصي بتتكلمي ازاي عايزين نحكي ونحكي بطولات، الروح دي هي بتبقى مهمه قوي ان تبقى واصله للطفل. اوكي خلاص. هو الطفل الصغير خالص بيبدا بيسمع اغاني وطنيه جايه على التلفزيون، فبيبدا يسال في ايه، في افلام الوطنيه اتعملت افلام كتير ولسه بتتعمل لحد دلوقتي افلام حديثه، في ايه، فبنبدا نحكي انه الارض بتاعتنا كانت اتخذت، وانه الارض في مصطلح او كلمه كبيره قوي بيقولوا الناس الكبار، يعني بيقولوا الارض عرض. يعني الارض لا يفرط فيها ابدا، الارض بعد ما اتخذت منا في هيبقوا اجدادهم بقى صح. اجداد الاطفال بتوع دلوقتي ويمكن اباء الاجداد بتوع اطفال دلوقتي حاربوا وقتلوا عشان يرجعوا الارض دي. لانه ما كانش ينفع كل الفتره اللي الارض دي بعيده عننا احنا كنا بنتعذب، الشعب كله كان بيتالم. فالجيش لما راح وحرر سينا الجزء المهم قوي الغالي من ارض الوطن، قد ايه كنا كلنا فرحانين. وعلى فكره الاباء برضو هيكونوا ما حضروش ده، يعني الاباء والامهات اللي بيحكوا قصص متوارثة احنا بنسمعها صح، هيبقوا بيحكوا حكايات هم نفسهم سمعوها. طب سينا دي موجوده فين؟ ما انا برضو لازم وانا بتكلم مع الطفل اقول له سينا اصلا فين. ايه الحاجات الجميله اللي في سينا؟ ايه المميزات اللي في سينا؟ نعرف ان سينا هي الجزء اللي موجود في مصر، من مصر في اسيا صح. لانه في ناس مصر دوله افريقيه يا جماعه، مصر دوله افريقيه جزء منها في سي اسيويه، وكمان يعني على حوض البحر المتوسط، يعني مصر ليها تنوع ثقافي كبير جدا صح. فعرفوا ايه هي سينا وازاي اتخذت ومين اللي اخذها، نشرح لهم والعدو التفاصيل. طبعا والعدو اللي اخذ سينا وازاي استردناها وازاي كان في فتره ما بين اخذ سينا ورجوع سينا ما كناش موقفين محاولات للاسترجاع. احنا كنا عايزين نكبد العدو خسائر كتير عشان ما يفتكرش انه انتصر صح، لانه لو خلاص انتصر خلاص الروح المعنويه نزلت. طب احنا عايزين الروح المعنويه للشعب تعلى، عايزين الروح المعنويه للجيش يعلى، لاننا بنجهزه الحرب لمعركه، فهنعمل ده ازاي؟
نضرب ميناء إيلات في فيلم صح جميل جدا معمول عن الخطوة دي. الكتاب الورقي وازاي نقرأ لأولادنا، هنبدأ وده موجود وفي قصص كتير بتتكلم عن بطولات أكتوبر، نروح معهم للمكتبة ونبحث، وفرصة جميلة في شهر انتصارات أكتوبر. يعني هو انتصار أكتوبر بدأت الـ يعني المعركة يوم 6 أكتوبر لكن ما انتهتش في 6 أكتوبر، احنا دايما بنحتفل يوم 6 أكتوبر لكن التلفزيون عندنا هتلاقيه بيقولك والنهاردة حصل كذا في أحداث الحرب، ثم حصل كذا، ثم حدث في مثل هذا اليوم حدث بالضبط. نفضل بقى متابعين الأحداث كلها ومين أبطال الحرب، بداية من الرئيس أنور السادات صاحب القرار، انتصار أكتوبر مين اللي شارك فيه، الطلعة الجوية الأولى اللي بعد كده مين اللي كان بيخطط، الجيش الميداني الثالث الميداني والثاني الميداني. أنا معاكي بهاي التفاصيل اللي كنا فخورين فيها طبعا مش بس كمصريين وكعرب أكيد، بس هلأ دكتورة خلينا نحكي أنه الأطفال بعمر معين في مصطلحات بتكون كثير كبيرة عليهم طبعا، وبنفس الوقت إحنا عم تحكي على فترة طويلة، أكيد كتاب صغير أو قصة صغيرة ما رح تلخص كل هاي التفاصيل اللي لازم أولادنا يعرفوها، زي ما قلتي أنه الأرض عرض، زي ما قلتي أنه الواحد لا إحنا منضحي بحالنا ومنضحي بأولادنا كمان عشان أرضنا وعشان بلدنا. فمن أينت نبلش نحكي لهم؟ هل هذا الإشي لازم يكون بشهور؟ هل الإشي بيكون بقعدة واحدة بكتاب واحد؟ شو التدريج اللي إحنا بنقدر نوصل الصورة كاملة لأولادنا عشان يعرفوا تاريخنا المشرف ويعرفوا القصة والحقيقة كاملة من الألف للياء؟ لأنه زي ما بتعرفي للأسف حتى هلأ بما أني كنت عم بحكي أن أولادنا عم بيلجأوا كتير للآيباد وللإنترنت، ممكن تكون في قصص مشوهة، فإحنا ما بدنا أولادنا يوصل لهون، بدهم ياخدوا الحقيقة والزبدة منا إحنا. هاخد الجزء الأول من السؤال اللي هو إمتى نبدأ معي؟ أوكي. مجرد ما الاقي ابني في حوار، في لغه حوار أوكي. وقادر ان انا اتكلم واستغل الحدث يعني بدا بيتكلم وعنده 3 سنين وكده، مش من لا شيء هبدا اتكلم معاه في الموضوع صح. انما احنا دلوقتي مثلا في انتصارات اكتوبر، في اغاني وطنيه بتشتغل، في حاجات، فنبدا نتكلم بقى مع النهارده في يوم مهم جدا على قد سنه. انا بقول هنبدا مثلا سين من سن 3 سنين اوكي، النهاردة يوم مهم جدا في تاريخ بلدنا. النهاردة احنا رجعنا ارض، حتة كبيرة قوي من مصر كانت مش معانا، ومش لازم يبقى فاهم كل الكلام بالظبط، ممكن يبقى موجود في ذاكرته بعد لما يوصل 4 سنين ويجي يتكرر الموضوع تاني، احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن كذا، عايزة بقى اقول وعيد الكلام اللي قلته وزود عليه معلومات وهكذا. اوكي. الجزء الثاني من السؤال، دلوقتي الولاد بيبقوا ماسكين ايباد وفي معلومات على الانترنت ممكن تكون مشوهه، معلومات مغلوطه، ويمكن من ضمن المعلومات المغلوطه انه في كلام طلع انه مصر لم تنتصر في حرب اكتوبر. يعني حتى الانتصار اللي كل العالم تحدث عنه بما فيه العدو نفسه في ناس دلوقتي بتقول كده. يبقى انا مهمتي كأم اني اولا دايما بقول للامهات ما تسيبيش ابنك يقعد على الانترنت لوحده صح، لانه هو قاعد على الانترنت هو مش لوحده، لازم يكون في مراقبه من الاهل على المحتوى اللي ابنها عم بتشوفه، هو بيشوف ايه صح، ويكون علاقتي معي علاقه صداقه عشان لو شاف حاجه غريبه غير اللي انا بقولها له يجي يسالني صح، ما يخافش مني صح. فانا دلوقتي قايله له احنا انتصرنا وعملنا وجي موقف معين ارى ولا ان الموقف اللي اراه ده بشكل مختلف، فهيجي يقول ماما على فكرة أنا لقيتهم بيقولوا كذا 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 وكاتبين كذا على النت، بالعكس ده هو هيبقى جاي متضايق صح، لأن هو خد الحقيقة مني أنا. فأقول له برافو عليك إن أنت فاهم إن ده الكذب، طبيعي إنه أي حد من الناس اللي كانت تتمنى إن مصر ما تنتصرش أو العدو نفسه اللي انتصرنا عليه بعد شوية يقول لأ أنتوا ما انتصرتوش، لأنه أكيد مش هيبقى مبسوط بحاجة زي كده صح. وعايز الولاد الصغيرين يطلعوا مش عارفين الحقيقة، بس برافو عليك إن أنت عارف الحقيقة وما صدقتش وإن أنت جيت قلت لماما. أوكي، يعني لازم يكون حكينا معاهم مباشر مش غير مباشر، نحكي الحقيقة حسب عمرهم، نحكي لهم القصة بالتدريج ونرجع نزود عليها كل سنة بالظبط كده. أوكي. لكن برضو خليني أقول إنه الحكايات بتاعة الانتصارات مش لازم تبقى مقتصرة على اليوم بس او الشهر بس. يعني زي ما بقول لحضرتك مثلا احنا انتصار او الحرب انطلقت يوم 6 اكتوبر، لكن الانجازات
والمعارك والحاجات الكتير اللي حصلت حصلت بشكل مستمر لحد مرحلة معينة لما حصل قرار لوقف إطلاق النار. طيب بقية السنة، طب ما احنا رجعنا طابة في تاريخ تاني، طيب ما احنا عملنا كذا، طب ما احنا في إنجازات كتير، احنا عندنا عطلات ياما. العطلة نفسها بتاعت اليوم ده في حد ذاتها مناسبة كافية جدا لاني احكي له أوكي. النهاردة احنا واخدين اجازة، نستغل الحدث، نستغل الحدث. اوكي فهمت عليكي. طب مثلا انت هلا كمان من المصطلحات اللي بتكون شوي تقيلة، خلينا نحكي على اطفال باعمار معينة، كلمة العدو، العدو استولى على ارضنا. كيف ممكن نوصل او شو العمر المناسب اللي لازم نعرف فيه اولادنا انه في عدو استولى على ارضنا؟ كلمة عدو كلمة تقيلة وصعبة، أكيد مش هستخدمها مع طفل عنده 3 سنين. أوكي إيش البديل لإلها؟ البديل ناس وحشين. ناس أشرار. أوكي. مصطلحاته. أوكي. حد وحش، حد شرير. أوكي. خلاص؟ أوكي. طيب دلوقتي لأ، كبر ودخل المدرسة وبقى بيقدر يستوعب حاجات أكبر، آه هستخدم كلمة عدو. يعني إيه عدو يا ماما؟ يعني حد مش بيحبنا، يعني حد اتعدى علينا. عدو من التعدي. صح. يعني انا لما يجي واحد انت في المدرسه، ومش هنقول ان هو عدو، بس لو واحد بيضرب الولاد اللي في المدرسه هو بيتعدى عليهم، بيزعلهم منه. صح. المفروض ان هو ما يعملش كده، بس ده مش عدو. انما الشخص التاني هو بيتعدى وبيبقى عارف ان هو غلطان وبيرفض ان يتراجع وبياخد حق مش حق، لان الارض دي مش بتاعته، الارض دي بتاعتنا احنا. ما هي كيف نعلمهم كمان انه الارض والوطن ما بينفع انه احنا نفرط فيهم ابدا؟ يعني كل الاشياء متصله ببعض دكتوره. حلو. فالبيت بيتي انا قاعده فيه، ينفع حبيبي واحنا قاعدين في بيتنا حد يجي يطلعنا من بيتنا او ياخد اوضه ويقول الاوضه دي بتاعته خلاص؟ وبعد شويه يقوم واخد الاوضه اللي جنبها، وبعد شويه التويلت مش عارفين نروحه، بعد شويه المطبخ خلاص بقى بتاعه علشان هو محتاج ان هو يطبخ فيه، بعد شويه هيطردنا من البيت كله. فاحنا اول ما نلاقي حد امانه، اول ما نلاقي حد حاول ودخل خد اوضه، هم في الاول جم خدوا اوضه اللي هي سينا، لو سبناهم كانوا خدوا مصر كلها. فاحنا فضلنا نخطط 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 لحد ما طلعناهم من الاوضه، الاوضه اللي هي سينا. اوكي. فالامان انك يبقى بيتك وارضك ووطنك بتوعك. صح. ملكك، مفيش اي شخص اخر غريب بيدخل ويتعدى، يتعدى لانه ليه حدود. الحدود دي المفروض ان هو ما يتعدهاش. أوكي. ما يتخطاهاش. ده هو تخطاها بجيش وقال لا دي بتاعتي. طيب اوكي، وانت مثلا هون بهاي الحاله زي ما احنا مثلا الجيش حارب ليسترد الاراضي تبعتنا، كيف بنعلم اولادنا مبدا انه يحارب برضو عشان بلده، عشان زي ما انت مثلا حكيتي صورتي الوطن ببيت، لانه هذا اللي بشكل امان بالنسبه للطفل. كيف ممكن احنا نحكي له كيف يحارب؟ شوفي احنا بنحاول دائما ما نحط العنف عند اولادنا، بس لا، بوقت معين عند الارض والعرض زي ما بيقولوا الواحد لازم يستخدم العنف. فكيف ممكن نفهمهم فكره الحرب او انهم يحاربوا؟ هو طبعا احنا عارفين انه مفيش اطفال بتحارب. صح. لكن هو لما بيسمع البطولات دي بتبقى قدوة بالنسبة له، يبقى نفسه يكبر. صح. بيصير يلبس علشان هو يلبس اللبس ده. احنا طول عمرنا الاطفال الصغيرين بيلبسوا لبسة اللبس الضابط ولبس ضابط الجيش، ويمشي الناس يعملوا له تعظيم. صح. سلام. حتى في بنات بتحب تلبس اللبس ده من كتر ما هم فخورين بلبس. صح. الجيش ولبس الضباط. فمجرد ما بيسمع هو بيبقى قدوة بالنسبة له، وعايز لما يكبر يبقى كده، عايز يعمل بطولة هو كمان زي البطولة اللي سمعها. أوكي. أما أحكي له عن البطل إبراهيم الرفاعي رحمة الله عليه، أو أبطال كتير من أبطال أكتوبر، والجندي الشبح، يعني إيه واحد بيظهر يعمل عملية يموت ناس ويختفي، أحكيها بالشغف وأحكيها بالانبهار. لأنها فعلا حكايات مبهرة. ومدعاة للفخر لينا والأجيال جاية. إحنا ما عشناش الحرب دي. مية وما مية. كناش موجودين. صح. بس إحنا كنا عشناها وفخرين فيها من كتر ما سمعناها وتأثرنا بنحكي. صح. ونقدر نحكيها بنفس الشغف اللي اتحكمنا بيها. طيب يعني هلأ مثلا بدي أسألك سؤال جدا مهم صراحة، عدم وعي الطفل بتاريخ بلده
كيف بيأثر عليه؟ يعني في كثير مثلا اهالي، خلينا نحكي اوكي انه عندنا مثلا حرب كذا حرب كذا وصار فيها كذا وخلصنا، بس في اهالي مش مهتمين حتى بالتفاصيل، مش مهتمين مش لانهم هم قليلين اصل زي ما بيقولوا، قد ما هو خلص الدنيا بتاخده بقول لك هذا زمان وجدودي. في ناس مش مهتمه بهذا الموضوع، كيف ممكن هذا الاشي ياثر على اولادنا، عدم وعيهم بتاريخنا؟ بصي، التاريخ جزء من الحاضر وجزء من المستقبل. اذا انا يعني زي ما بنتكلم دلوقتي عايزين الولاد يبقوا هم عندهم الروح اللي تخليهم يدافعوا عن الوطن، ما هو في الجيل اللي حارب خلاص ما يقدرش اذا يحارب تاني، صح؟ لكن الاجيال اللي طلعت بتكمل المسيره، الاطفال دول هم المستقبل اللي هيطلعوا يكبروا ويكملوا المسيره. الانتماء للوطن، الهويه، محبه الارض، الاحساس بان انا هدافع عنها، دي حاجات اساسيه جدا، صح؟ لازم يعني ما بحسش ان ده اختيار ان انا احكي او ما احكيش، انا ضروري اني احكي، جزء جزء اساسي من تكوين ابني، صح؟ وتكوين الهويه بتاعته اللي هيكبر يدافع عنها، صح؟ لانه الهويه جزء منك وجزء من وطنك، لو ما عندكش هويه هيبقى الوطن بالنسبه لك ممكن ملوش قيمه. فانا عايزه اعرفه ان الوطن ليه قيمه والدفاع عنه مهم، يبقى لازم اعرفه تاريخه واعرفه هويته واعرفه قد ايه ان في ناس ضحت بنفسها وماتت علشان الارض دي ترجع، فغاليه قوي نحافظ بقى عليها. طيب نيجي لحته الاستشهاد، يعني انت بما انك هلا حكيتي يعني في ناس ضحوا بارواحهم عشان وطنهم، فكره الموت بتخوف الطفل، ولما تيجي تحكي انه للولد انه اه والله هذا استشهد ازاي، مات، مين قتله، يعني الفكره بمخيلتهم وحسب عمرهم بتخوف. فكيف ممكن نوصل لاولادنا او نحكي لهم قصص عن الشهداء بدون ما يخافوا؟ طيب هحكي لك حاجه صغيره بتاثر فيا انا حتى الان. اوكي اتفضلي. بحر البقر، مدرسه مصريه كان فيها اطفال قاعدين في الفصل واترمت عليهم قنابل والاطفال دول ماتوا. انا حتى الان وانا كبيره جدا وانا سمعت القصه دي وانا طفله من ضمن الحاجات اللي بتتحكى واللي جت في مشهد في فيلم، انا متاثره بيها جدا، لكن عملت جوايا ايه؟ عملت كراهيه اكتر للعدو. فلما اعرف انه العدو ده قتل ناس مصريين عشان هم بيدافعوا عن حقهم، انا هكره العدو اكتر. ما هو ده هيبقى فيه كراهيه. ممكن ما احبش اني اتكلم عن القتل والموت والحاجات دي في سن صغير، مش هتكلم مع 3 4 سنين، ممكن نسويك كبطل بدل ما نستخدم كلمه شهيد نستخدم كلمه بطل. استخدم كلمه بطل. أوكي. احكي انه العدو ده كان شرير جدا لدرجه ان هم بيحاولوا ياخدوا الارض وهو مصمم، فهم فضلوا متمسكين بان هم يحموا الارض لدرجه ان هو موت ناس منهم. بس اوعى تفتكر ان الموضوع وقف عند كده، انا رميت الموضوع، صحابه بقيه الجيش جابوا حقهم، لانه حق المصري مش بيضيع. فانا كده خليته عنده كراهيه لانه موت ناس طبعا، وفي نفس الوقت عرفته ان الجيش المصري مش بيسيب حق حد وجاب حقهم وانتصرنا. واو. طب يعني مثلا انت بدي اياكي هيك تحكي لكل الامهات اللي عم بيشوفونا في برنامج هو هنا، نحكي لهم كيف نزرع، خلينا نحكي حب الوطن والانتماء في قلوب اولادنا. يعني اوكي هلا احنا عم نحكي انه القصص وكهل، الحكي والقصص هاي كفايه نزرع هذا الشعور عندهم؟ القصص مش كفايه. اوكي. اولا انا كأم وكأب لازم يشوفوا في تصرفاتي حاجات ليها علاقة بالانتماء. ازاي؟ احنا ماشيين مع بعض في الشارع ما برميش حاجة في الشارع، لان الوطن ده بتاعي، الممتلكات العامة بتاعتي، بيتك الكبير. بالظبط. انا دلوقتي بيتي الكبير، فما ينفعش ابقى زي ما برميش حاجة في الارض، المفروض ان انا ابقى بعمل كذا، بحافظ عليه. راكبين مواصلات عامة بحافظ عليها، لان دي من مال الشعب، صح؟ ومن المال اللي بيصرف. أوكي. على الحاجات دي. يبقى بسلوكيات قد تبدو بسيطة جدا وتافهة جدا ويومية، أنا بحسسه بالانتماء بتاعي، إن الوطن ده بيتي وإنه أنا بحافظ عليه. أوكي. لما هو بيشوفني بعمل كده طبيعي والمفروض إن هو بيقلدني، لأن أنا بالنسبة له رقم واحد القدوة. يبقى رقم واحد القدوة،
والسلوكيات اللي بعملها. هحكي قصص، هحكي قصص. هنتفرج على افلام، افلام مش بس افلام سينمائيه، واحنا عملنا افلام سينمائيه زي ما قلنا في بدايه اللقاء كتير حلو، لا في كمان افلام وثائقيه، في افلام، في لقاءات بتتعمل في اماكن كتير جدا في الشهر بتاع اكتوبر. في يعني بما ان انا من اسكندريه فهتكلم مثلا عن مكان جميل وعريق زي مكتبه اسكندريه طبعاً. بيبقى فيه فعاليات كتير، ليه ما اخدش ابني ونروح مع بعض ونحضر الحاجات دي ويقابل الابطال وجها لوجه ويسمع منهم. ده انا بالنسبه لي حاجه مهمه جدا يعني انا من الحاجات اللي بتفرحني وانا كبيره دلوقتي ان انا اكون قاعده في مكان وبسمع لابطال اكتوبر وببقى عايزه اقوم اقول لهم لولاكم كانت سينا ما رجعتش، لولاكم ما كناش هنبقى حاسين بالفخر وبفخر الانتصار. صح. فالتواصل المباشر مع الابطال اللي لسه عايشين من ابطال اكتوبر، ممكن الولاد الصغيرين اللي بيحبوا يعملوا فيديوهات وحاجات مواقع مثلا اللي صار فيها، ممكن ناخدهم هناك رحله بالظبط في متاحف. صح، بالمتاحف يعني عشان يشوفوا بعينهم، لانه شوفي في قصص خيال وفي قصص واقعيه، بس احنا اكيد عم نحكي عن تعال واقع نشوف الدبابات فخورين فيه. بالظبط، تعال نشوف الدبابات. اشكرك على اضافتك الجميله دي. تعال نشوف الدبابات، تعال نشوف اللي بيبقوا عاملين زي نماذج للجنود، في قبر الجندي المجهول، في حاجات كتيره قوي ممكن نتكلم عنها تخليه هو باكتر من حاسه وباكتر من مكان. كل ما خلي حواس اكتر بتشتغل، افكار اكتر، والحوار اللي ما بيني وما بينه ده يا استاذه رند مهم جدا. صح، هو بيجي بيسال طب هم عملوا كده ليه، طب كذا، طيب ما خافوش على نفسهم؟ لا ما خافوش، فجاوبوا على الاسئله المنطقيه والطبيعيه اللي هيبدا ان هو يسالها. صح. وفي قعده حلوه يعني، مهمه قوي القعده اللطيفه دي، مش تكون زي كنا قاعد بالمدرسه اللي بعته. لا احنا مش قاعدين بنحكي بحب. انا مش قاعده بديله درس. صح، مش تاريخ يعني، مش قصه تاريخ لانه في ولاد بيكرهوا حصه التاريخ. انا واحده منهم كلها. انما زي ما احنا قاعدين بنحكي بحب وبشغف كده، اقعد ابني جنبي او بنتي وعملوا كذا وبعدين، واستخدم البادي لانجوج وابقى بتكلم انا بحب وبحماس عن الموضوع، هيوصل. صح 100%. طب دكتوره هيك، بما انه طبعا مع خبرتك الطويله بموضوع كاتبه ادب الاطفال، احكي لنا ايش في هيك قصص او ابرز القصص اللي بتحكي عن حرب اكتوبر وانتصاراتنا بحرب اكتوبر اللي ممكن انه الام تروح تجيبها لاولادها يقراوها. خليني اقول لك على كرتون. أوكي. ده نسيت ان انا اقوله، وكرتون كان عن طفل من اطفال سينا كان بيشتغل مع الجيش. اوكي حلوه دي مثلا، احنا بنتكلم انه هيقابل نماذج كبيره. لا طب تعالى بقى، ده كان في طفل بطل. فانت ممكن تبقى في يوم من الايام انت كمان بطل. صح، فدي مهمه قوي. القصص كتيره موجوده، هاخد ابني ونروح للمكتبه. اي مكتبه بقى، من المكتبات او في معارض الكتب. اوكي، ويبقى من ضمن الاهداف بتاعتي وانا رايحه معايا معرض الكتاب ان احنا هنشتري كام كتاب عن حرب اكتوبر. ونسال الموجودين في المكتبه، من فضلك في كتب عن حرب اكتوبر؟ في كتب عن بعض اسماء الشهداء، دي كتب موجوده يعني. صح. هنبحث باسماء الشهداء الكبار يعني، الفريق عبد المنعم رياض هنلاقي حاجه عنه، الشهيد العظيم ابراهيم الرفاعي طبعا. هنلاقي حاجات عن ابطال، فهنلاقي حاجات عن شخصيات، وهنلاقي قصص مستوحاه من الأحداث، بطولات ومن احداث حقيقيه. أوكي. الصحف القديمه اللي كتبت عن الاحداث دي، ما نبدا ندور ونشوف الارشيف ده كان بيحكي ايه بتواريخه. هو ممكن انت كمان فتره معينه زي ما حضرتك حكيتي بعمر معين تحكي لهم اياها ببساطه، كرتون شوي شوي نتعمق اكثر، يصفي انه لا عم بيروح بقرا عن الشهداء شوي شوي، ممكن يوصل لوين يوصل انه يعمل بحث كامل ويعرف اكثر، ومن المصادر زي ما حضرتك حكيتيها الصحف القديمه والمراجع التاريخيه كلياتها. ومهم اعرف ابني مستواه العقلي ايه والسني، يعني الاول بشوف سنه، لقيته مستوى اكبر من عقله، اكبر من سنه، اتعامل معاه على عقله. صح. لكن في الاول ببدا من السن لان هو ده الطبيعي اللي بيبقى مقياس الناس بتبدا منه، لكن ما اقفش عنده ابدا. صح. دايما بقول للامهات ابنك عنده 5 سنين، فانت هتقولي ما ينفعش اقول له كذا، بس انت في ادراكك لا ينفع تقولي له المعلومه دي في السن ده. صح. وتقدري توصليها له بطريقه صحيحه. وصليها، كل ما بوصل لابني معلومات اكتر في سن اقل
كل ما مهاراته وعقله بيعمل اكتر كمان. وبتنفتح مداركه اكتر وبيسال حاجات اكتر بيستوعب كمان حاجات اكتر. يعني شكرا شكرا على كميه الحب اللي عم بتقدميها، وبنفس الوقت شكرا على الافكار الحلوه اللي اعطيتنا اياها دكتوره. فعليا يعني لازم احنا نزرع باولادنا من هم حتى هم ببطنا، مش بيقولوا الام بتحكي مع البيبي طبعا. لازم نزرع فيهم اكيد حب الوطن والانتماء للوطن. نسمع الاغاني الوطنيه، اي ام حامله اهو في اكتوبر اسمعي اغاني وطنيه كثير عشان البيبي يطلع. شوفوا برامج اكيد زي هون واحتفالاتنا اكيد باكتوبر. يعني شكرا لوجودك معنا دكتوره منى، وان شاء الله لنا احاديث اخرى ان شاء الله قادمه باذن الله. يعني بهيك مشاهدينا بتكون خلصت فقرتنا لهلا، بس اكيد باقي فقرات هو هنا مكمله ما تروح بعيد. سوف نسلم اعلامنا مرتفعه هاماتها عزيزه صواريخ في سجلات نصر اكتوبر المجيد. احداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديرا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن. وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات. ومن بين هؤلاء الرجال المشير فخري محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي في حرب أكتوبر. ولد المشير محمد علي فهمي في محافظة الجيزة في 11 من أكتوبر عام 1920، وتخرج في الكلية الحربية في 1 من نوفمبر عام 1939. خاض الحرب العالمية الثانية فور تخرجه ضمن سلاح المدفعية المضادة للطائرات، وتدرج في المناصب القيادية حتى وصل إلى أول قائد لقوات الدفاع الجوي كقوة رابعة مستقلة عام 1969. قاد رجاله البواسل نحو تنفيذ حائط الصواريخ، والذي ساهم في إسقاط طائرة الفانتوم الإسرائيلية في 30 من يونيو عام 1970، ونجح في إسقاط هالة التفوق الإسرائيلي بتدمير المئات من الطائرات المعادية وتحييد سلاح الجو الإسرائيلي خلال مراحل حرب أكتوبر. ولقبه الرئيس السادات برجل الصواريخ الأول حول العالم. تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة خلال الفترة من 4 من يناير عام 1975 وحتى 4 من أكتوبر عام 1977، وعين مستشارا عسكريا لرئيس الجمهورية في 4 من أكتوبر عام 1978 وحتى 10 من مايو عام 1981. رقي إلى رتبة الفريق أول في 26 من مايو عام 1979، ومنح رتبة المشير الفخرية في 4 من أكتوبر عام 1993، وحصل على وسام نجمة الشرف العسكرية عن دوره في حرب أكتوبر، ومنحه الرئيس السادات شاح النيل في 9 من إبريل عام 1981 تقديرا لخدماته الجليلة. ورحل البطل عن دنيانا في 11 من سبتمبر عام 1999. وصلنا مع حضراتكم لآخر فقرة في البرنامج، وهي فقرة المطبخ، الفقرة المحببة الحقيقة لينا كلنا. إحنا كمذيعات بنحب الفقرة دي جدا 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 عشان بنتعلم طبخ مع حضراتكم وكمان بناكل. النهاردة معانا الحقيقة شيف، يعني هو زي ما بنقول هو ما شاء الله عليه شغال في المطبخ من زمان وعمل شركة، عنده حاجات كتير جدا. أنا مش هتكلم، هو اللي هيتكلم ويعرف نفسه، لكن خلوني في البداية أرحب بيه ونعرف هو هيعمل لنا إيه النهاردة. الشيف أحمد خيري، يا شيف أخبارك إيه؟ الحمد لله رب. كله تمام؟ كله حلو الحمد لله. في سمك أنا شايفة كده. النهاردة قررنا نلعب حاجة مصري كويسة قوي، اللي هي هنعمل سمك سنجاري وسمك مقلي ورز أحمر. رز أحمر مش رز صيادية؟ لا، هو في فرق بين الرز الأحمر والرز الصيادية. الرز الأحمر هو رز مبني على الطماطم والبصل، الرز الصيادية هو بصل بس.
أوكي. طيب نقول المقادير بتاعت الوصفة. يلا بينا نقول المقادير بتاعت السمك السنجاري والسمك المقلي. احنا هنعمل تتبيلة واحدة وهنطلع منها الاثنين. يلا بينا. أوكي. أول حاجة معنا سمك بوري أو أروس أو ماكريل زي ما احنا جايبين، وسمك بولتي مفتوح. تمام. معنا 6 فصوص ثوم، قرن فلفل حامي، معلقة كبيرة من بيوري الطماطم اللي هي صلصة الطماطم، معلقتين زيت، معلقة كبيرة من الكزبرة البودرة، معلقة من الكمون، معلقتين ملح، عصير ليمون وليمون شرايح وبصل جوليان وفلفل جوليان ودقيق ونشا عشان السمك المقلي، وطبعا زيت للقلي. اكيد. تمام. نيجي بقى للرز الاحمر بتاعنا، فهو فيه ايه؟ فيه زيت وفيه بصل مبشور وطماطم مبشوره. للاسف الطماطم بره ما كانتش موجوده، فاحنا هنشتغل النهارده بيوري الطماطم عادي جدا. اوكي. وفلفل اخضر وكزبره وملح وكمون ورز وميه سخنه. حلوة. بس كده. يلا بينا واحنا بنشتغل بقى نقعد ايه؟ يلا بينا. ارغي مع حضرتك شويه. يلا بينا. بس الجلوفز. بدات موضوع الطبخ ده بقى من امتى؟ بصي، هو بدات موضوع الطبخ ده من ايام زمان، يعني من وانا مثلا في اعدادي انا كنت بخطط ان انا اخش كليه سياحه وفنادق. وكمان لما جيت دخلت ثانوي كان حصل حاجه جميله قوي. كليه سياحه وفنادق كانت عامله حاجه زي تعليم تبادلي، بندرس 3 سنين في مصر واخر سنه كنا بناخدها بره مصر. الله. بس للاسف انا كنتش دراسيا اشطر حاجه. فهي كانت ساعتها بتقبل مجموع كبير، وانا كنت جايب تقريبا 80 ونص، يعني 80 81، مش فاكر. 80 دلوقتي انت من الاوائل. دلوقتي خلاص انت طلعت من الاوائل. فما عرفتش اخش كليه، فدخلت كليه زراعه. برضو زراعة ملمسة شوية في الشغل يعني بتاعي. شوية وفادتني بعد كده، بعد ما خلصت أصلا كلية 9 سنين رجعت تاني الكلية خدت فيها دراستها من أول وجديد عشان الصناعات الغذائية. أوكي. طيب قولي هنبتدي بإيه؟ هنبتدي دلوقتي نعمل التتبيلة. التتبيلة دي بيز، دي أساس هنشتغل بيه في السمك وفي الرز، نوعين السمك والرز. والتتبيلة اللي انت هتعملها اي نوع سمك ممكن اتبلها بيه؟ بس هنلعب فيها، يعني لما نيجي نشوف هنعمل السمك السنجاري هنضيف لها حاجة في السمك المقلي مش هنضيف لها حاجه. اوكي. طب يلا بينا. يلا بينا هنبتدي. معانا اول حاجه في التتبيله نحط ايه؟ الثوم. اعتقد السمك بيحب الثوم جدا. عموما البحريات بتحب الثوم. واحنا كمان اكلنا الشرقي والمصري يحب بقى الثوم، الفلفل، الكشري بقى والحاجات دي. الحاجات اللي هي تتعب القولون دي. ايوه بالظبط. الحاجات اللي بتنفخ البطن. الحاجات اللي بتتخن دي. بس هي لذيذه للاسف. بصراحه. بتدي كده طعم طبعا. طيب انت قول لي الثوم، ايه؟ الفلفل. عصير ليمون. اوكي. وكمون. كنت اسالك مش هتحط كل الكمون ده؟ اكيد لا. رشه صغيره فلفل اسود. صغيره جدا. لان انت كمان حاطط فلفل حامي. لا، هو الفلفل الاسود ملوش علاقه بالفلفل الحامي، بس الفلفل الاسود برضو بي هو قوي، هو حاد. أيوة. لكن هو كنكهه وطعم مختلف تماما. طبعا. وكزبره. وطبعا الملح. لحد هنا التتبيله دي تمشي معايا كل انواع السمك. تمام. مفيش فيها اي حاجه. ونضربها. تمام كده. تمام. عندك شركه بتاعه تطوير وتاسيس المطاعم. مظبوط. احكي لي بتعمل ايه؟ يعني لو حد مثلا عنده مشروع او معاه فلوس عايز يجي اجي اقول لك مثلا يا شيف احمد انا عندي معايا مثلا مبلغ مالي قد كده. مش بالظبط كده. احنا عباره عن الشركه بتعمل ايه؟ احنا اتكلم على الجزء اللي انا شاطر فيه او اللي انا احنا 3 شركاء. مقسمين المهام بيننا، كل واحد فينا شاطر في حته. يعني شريكي دكتوراه في اداره الاعمال، هو ده المسؤول عن دراسه السوق ودراسه الجدوى الفلوس واختيار البراند وازاي نعمل الخطه التسويقيه بتاعته. والتاني اللي علاقه بالتشطيبات وازاي نعمل الالوان والديكور والكلام من ده. فممكن يجي لنا اي حاله من ال3 حالات. ممكن يجي لنا مكان فاتح اصلا عنده مشكله في المطبخ بتاعه. ومثلا هو على الورق بيكسب كويس لكن فعليا ما بيكسبش. فدي مشكله ليها علاقه بالكوست، ليها علاقه بالتكاليف. تمام. بيكسب بس العميل بيشتكي من جوده الاكل. فابتدى العميل بتاعه يهرب. عنده مشكله في الديكور في المكان فعايز يظبط المكان من جديد. دي الكيسز اللي بنشتغل عليها. ممكن بقى حد مستثمر يجي عنده فكره او عنده حاجه يعملها. بس مش عارف تعمل ازاي، فاحنا اللي بنبتدي بقى نقول له اعمل ايه. اوكي.
طيب قولي هنعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هنيجي عند السمك السنجاري بتاعنا. اول حاجه هنجيب معانا صينيه. السمك بتاعي ما بياخدش وقت في السوا خالص 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 خالص، وخصوصا كمان بقى البحريات زي الجمبري كمان. لا ده الجمبري ده انا دايما اقول بيشم بس بالزبط. النار يشم النار بس بالظبط. اهم حاجه في السمك السنجاري اللي هنعمله ده الفويل عشان ما يلزقش، عشان ما يلزقش ويفصل القشره بتاعته لما نيجي ناكله. اه صدق انا لما بطلب سمك مثلا من اي مكان الاقيه حاطه فوق، فبقول ليه يعني ايه الفكره يعني؟ عشان هو كمان بتريحه في عمليه الشوي هناك، ما يقعدش هو بيشيله، ممكن يتهربد منه او يتخبط او يتقطع. آه. وتاني حاجه بيسهل عليه الدنيا وبيحافظ على الشكل بتاع السمكه. طيب دي السمكه المكريل، دي السمكه المكريل شبه الرنج قوي. هي سمكه زيتيه برضو شبه سمك الهرنج، هما الاثنين مستوردين بيجوا من هولندا، الاثنين بيجوا برضو من هولندا والاثنين بيجوا من النرويج، الدول اللي هي بارده شويه. اوكي. ونبتدي نلم الفويل بتاعنا على السمكه بالمنظر ده. على شكل على حجم السمكه، على حجم السمكه بقى. السمكه المفروض بتتفتح من ظهرها زي ما هي مفتوحه كده، بنشيل الاحشاء وخلاص. تمام. يعني لو ست البيت مش عارفه تعمليها وانت بتحيا من بطنها عادي جدا، او بتاع السمك وانت بتشتريه قولي له يعملها لك يعني. اوكي. طيب ايه بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل التتبيله. التتبيله فيها ايه؟ فيها الاول رشه ملح على السمكه ده. نحط ملح تاني على السمكه. ملح تاني على السمكه ورشه فلفل اسود. اوكي. تمام. واخد جزء من التتبيله. هحط شوية زيت. وجزء من التتبيلة. التتبيلة دي لو اتحطت مثلا عملت منها كمية هحطها في التلاجة أو في الفريزر. أي حاجة. مش مشكلة صح؟ وهاخد جزء برضو من بيوري الطماطم عشان يديني لون. وقلب. اوكي. ده اللي هيفرق السمك المقلي عن المشوي. المشوي ينفع احط فيه زيت، ينفع احط فيه الكلام ده، لكن المشوي ينفع المقلي ما ينفعش، لان الزيت هيفصل الدقيق عن عن اللحم بتاع السمكه. طب اعرف منين ان السمك ده فريش ولا لا؟ طيب نعرف منين السمك ده فريش ولا لا؟ اول حاجه من ملمس السمكه نفسها. لما امسك السمكه الاقيها ملحمه، يعني ملحمه ايه؟ لحمه. ملحمه. ملحمه، مش لاقيها صباعي بيعلم فيها، مش بيغرز. تمام. تاني حاجه من خياشيم بتاعتها بفتحها المفروض الاقي لونها احمر مايل للوردي. اوكي. بعد كده ودي اكتر حاجه واسهل حاجه، العين. ببص على عين السمكه تكون بتلمع مفتوحه مش مطفيه مفيش عليها غشاء كده، يبقى السمكه بتاعتي فريش. يعني يبقى من الملمس بتاع السمكه مزبوط. ومن العين بتاع السمكه ومن الخياشيم يبقى لونها وردي. مظبوط. اوكي. دي كده اول مرحله في السمك السنجاري، بدخله الفرن 5 دقائق. مش بتحط بقى حاجات ولا اي حاجه دلوقتي بتاع. لازم احطه كده 5 دقائق يشمع في الفرن، النار من فوق ومن تحت. 5 دقائق بالظبط. 5 دقائق بالظبط. هطلعه وهنشوف بقى هنضيف عليه. يلا بينا. اوكي. بتعمل سمعت كده، معرفش بقى دي معلومه صحيحه ولا غلط، انت بتصنع اللحوم بايديك؟ من الحاجات اللي انا شاطر فيها وبدي فيها كورسات دلوقتي وبرضه بتعلم فيها، ده اللي كنت قلت لك رجعت تاني لكل الزراعه عشانه. تصنيع اللحوم، سجق، الباسترما، الهوت دوج، اللانشون، السلامي، الحاجات دي. الله. اتعلمتها. بس بياخد وقت متهيألي. الحاجات طبعا بتاخد وقت، انا كان نفسي اصور معاكم حاجه منها بس هي تاخد وقت كبير. انا بياخد بقى حلقتين. تلات حلقات حلقتين. لا احنا نيجي المكان عندك ونصور ونذيعه عندنا. تنوروا. ناخد السمك ونرجع تاني احكي لك ايه اللحوم مصنعه. اوكي. سمك ده البولتي بقى ده البولتي اللي هنقليه. اوكي. اوكي هنعمل ايه؟ السمكه من جوه. ايه رايك في السمك لما مثلا انا ساعات انا بحبه بس مثلا ايدي ما بيحبوش، اللي هو السمك البوري مشوي ردة مقفول. ما يعني هو معروفه يعني ده عظمه ده. ميزه البوري كمان او السمك الدهني، في ميزه ان هو لو اتشوى مقفول الدهون كلها بتكون جوه البطن. فلما بتتعرض لحراره عاليه فالدهون دي بالبلدي كده بتسلي جوه اللحم، بتمشي في اللحم بتاعه. والله انا ساعات الاقيها هي نفسها دهنه كده. انا باكلها. عادي. ما فيش منها ضرر، ودهون السمك دهون حلوه يعني مش دهون تاذي او تضايق.
وباكل حاجه تانية في بس في السمك البلطي بس. الراس بتاعه السمكه، عارف اكلته السمكه حتى راسها. انا راسها بقى. طب حلو حلو حلو. بس مش باكلها كلها، بيبقى في حوالين، بيبقى في عظمه كده في الراس مظبوط، اللي هي الحته دي بناكل. أيوة اللحم اللي هنا واللي بموت هنا فيها اللحمه دي، خطيره. في بعض السمك مش غلط، صح مش غلط، في بعض السمك اصلا بنشيلها ونطلعها من ضمن الطبق، بيبقى اسمها الاويستر، جوهره بتاعه السمكه. بجد؟ اه والله. اوكي، يعني انا بعمل حاجه كويسه. كويسه جدا. خلاص احنا تبلنا السمك بتاعنا كده. حلو. بس كده؟ بس كده. من جوه مش بتتبل من بره او حاجه؟ مش محتاج السمك صغير اصلا، مش محتاج. ممكن لو السمك كبير او حاجه نديله سكارب، نديله علامه كده. وندخل جواه التتبيله بتاعتنا. هسيبه 10 دقايق ربع ساعه وابتدي ايه اقليه. بس احنا دلوقتي عشان على الهواء، عشان هنشتغل على طول مره واحده. يلا هعلي الزيت بتاعي بس. هي النار قايده تقريبا. صح؟ شغالينها من الاول. بس بتعمل البرجر كمان بكذا طريقه. مظبوط. زي بصي، هو البرجر هو اسهل حاجه في الدنيا، هو معروف الصح بتاعه لحمه مفرومه وملح وفلفل بس. اختيار قطعيه لحمه كويسه ومناسبه للفرم بتاع البرجر. ده اللي طلع معايا البرجر كويس. ايه طب احلى قطعيه للبرجر؟ احلى قطعيه عشان سهل على الست في البيت، ما تقعدش نقول لها هاتي من الكتف ومن الرقبه ومن الدوش. في حاجه اسمها بريسكت او الدوش، اللي هو الدوش. الدوش اللي هو الحته اللي تحت الرقبه، او بالجزار قولي له الدوش، هو عارف الدوش معروف، اللغد بتاع العجل. تمام، بناخده ونفرمه، ده نسبه الدهون فيه عظيمه ومريح. هو البرجر لازم يبقى فيه نسبه دهون عاليه؟ طبعا. لازم يكون فيه نسبه دهون على الاقل 20-25%. تمام، نيجي بقى للتتبيل بتاع دي بتاع السمك. اوكي، كوبايه دي عليها نص كوبايه نشا. تمام، فايده النشا ان هو بيديني قرمشه. تمام، هنديله سنه ملح. ايه ده اختراع والله برضه. انا كنت بحطه، لا انا بحط دقيق بس. وسنه بس كمون. دقيق ونشا وملح وكمون وفلفل وكزبره، البهارات اللي احنا حطيناها. اوكي، مش هنعمل حاجه مختلفه. ماشي، وهنجيب معلقه. احنا ليه مضايقينها على نفسنا؟ ما في باول كبير. ايوه ايوه كده. نسهل الموضوع. لان كمان عشان تحط بالظبط مش هتعرف تحطها. ثانيه واحده الم كل ده عشان اعرف اشتغل وانا بقى. بحترم بقى جدا كده اللي يشتغل ويروح منظف كده ولامم الدنيا بالظبط. مش هنعرف نشتغل. في ناس بتعمل حركه انا بعملها على فكره، اللي هي بعملها على محشي الكروم، وبعملها على الكفته مثلا. لو بعمل صينيه كفته في الفرن، بولع في حمايه واروح جايبه حته فويل واحط فيها حته سمنه او زيت واروح احط عليها الفويل وقافله البتاع. غلط شكلي. هو مش غلط، هو كتره. لا قول عادي براحتك. هو كتره غلط. اي حاجه عموما لو كترناها مؤذيه. السكر بنحبه كترناه. طبعا مؤذي. الملح بنحبه كترناه. طبعا هيضر. تمام، ايه اللي بيحصل هنا؟ هنا في غازات بتطلع. لما بيحصل ده غازات نتيجه اللي احنا بنطفي الفحمه بدهون. فالغازات دي مش كلها غازات يعني ما تسببش اضرار. لا، هي تسبب اضرار بس مع كميه كبيره ومدى مستمر. بس هي بتدي طعم بصراحه. هي بتدي طعم. طب ما احنا ممكن في دلوقتي بدائل زي الليكويد سموك. في سائل بيدينا طعم للتدخين. ما بقاش غالي. لا مش غالي. موجود دلوقتي بكميات نقدر الملي بيتحط عليه 7 ملي ميه. ايوه، ده اعمل بيه ايه يعني؟ هنحطه على المنتج، عايزاه على الرز، عايزه تطلعي طعم الرز المدخن، هتزودي على الرز بتاعك مقدار منه. ده بنجيبه منين؟ موجود دلوقتي في اغلب السوبر ماركت الكبيره. موجود. ومش غالي ولا غالي؟ مش غالي. هو كم يعني مثلا الازازه ممكن تكون معديه ال 100 جنيه، بس الازازه دي ممكن تقعد معايا 3 شهور. فهو كده مش غالي. لا مش غالي. فاهماني؟ اوكي. طيب احنا اول ما الزيت بتاعنا يسخن هنبتدي نعمل ايه بقى؟ الرز. نلم برضو اشياءنا. انت مشغل الفرن صح؟ مشغل الفرن على السمكه. خلاص. كده خلاص عشان ما ننساهاش. بس لا 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 تلاقيش. انت من عشاق او بتحب السمك؟ انا بحب السمك لان انا اصلا صياد. انا من الهوايات. اصلا اسكندراني خالص. بس بتحب الصيد. انا بحب الصيد بسبب مدرسين بتوعي زمان. كنا بنطلع مع بعض رحلات صيد وكده، فانا ادمنت الموضوع. حلو قوي. طيب الرز الاحمر هنعمل فيه اول ما الزيت بتاعنا يسخن. هنعمل فيه، نتاكد بس النار عظيم قوي. انت الرز ما بتغسلوش؟ الرز لو الشركه حلوه او النوع كويس ومتاكد ان هو ما فيش فيه ولا حصى ولا حبوب مش متقشره او كده،
لان اغلب الشركات دلوقتي او مطاحن البيض بتعمل حاجه اسمها تشميع وغسيل اصلا. تمام، فبفضل انه ما يتغسلش عشان نفضل محافظين على النشا بتاعته. اوكي. في بقى اللي هو المبيض عادي او البلدي اللي هو بيبقى في شكاير او ده بفضل يتشطف ويتغسل مش يتنقع. ما يتنقعش. ليه بقى؟ هينزل كل النشا اللي فيه فقط قوامه. اوكي. تمام. الرز هندي شويه زيت شويه حلوين نستخسرش واخده بالي لا وهندي فين البصل؟ بصل مفروم. اطلعي بقى. اكتر نوع سمك بتحبه ويطلع منه افكار كتيره ايه؟ اكتر نوع سمك بحبه، انا بحب كل انواع السمك. بس نقدر نوع نستخدمه بكذا نوع بكذا شكل. السردين سمكه مهدور حقها عندنا كلنا. السردين ليه بس؟ السردين هو يتعمل سردين بيتعمل ايه تاني؟ هيتعمل ايه تاني؟ طيب افردي ايد واحده. ايوه عدوا معايا. عدوا يلا. صينيه ماشي. صياديه بس ده سردين صغنن عادي يتعمل صياديه عادي، مش هنتك عليه في السوا هيطلع معانا حلو. مش هينشف يعني. مش هينشف. مقلي مشوي مكمور. ايه مكمور دي؟ مكمور اللي هو معمول في ورق زبده ومحطوط حواليه خضار ودخل الفرن، وممكن نعمل كده ونتفله في ملح. اوكي تمام. بيبقى له تقريبا السردين بيبقى له زي موسم بتاعه شغال دلوقتي بجد. واحنا الميزه عندنا احنا السردين مهاجر، فاحنا عندنا كتير رايح جاي. وفي سمك تاني اسمه بساريا هي صغيره من ضمن فصائل السردين. بس حلو السردين عندنا منه فصائل مش فصيله واحده. اوكي احسنهم اللي هو السردين الاخضر. السردين الاخضر ده اللي هو الغالب بتاعه اللي هو بيتملح. كنت لسه هقول لك في سردين لسه ما كملناش لان خلصنا لسه في التانية. ايوه المخلل تمليح وتسويه زي التونه، مش مخلل يبقى مستوي زي التونه ويتعبى في برطمانات. تمام. ومطبوخ مع زيتون وليمون معصفر ومطبوخ في الصلصه. يعني ده كان شكله سمكه كان يعني هي موهبه نفسها لبساط الناس. ده ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ طيب فاكرين التتبيله بتاعتنا؟ ايوه. هي راحت فين؟ شلتها. انت تقريبا شلتها اهي هناك على البصل على الرز كمان هنحطها. هندي معلقه من التتبيله. طب استنى فكرنا تاني بالتتبيله. التتبيله توم فلفل اخضر حامي او بارد زي ما انتوا بتحبوا. اوكي وكمون وكزبره وملح وسنه فلفل اسود بسيطه قوي. تمام. وعصير ليمون. وعصير ليمون حلو قوي. لا انا ما بعملش يعني. لا ده انا هروح اعمل هطبق الكلام ده على طول فورا، لان انا من عشاق السمك. هتتبسطي جدا. انا بحب السمك قوي. كلنا هذا الشخص. طيب ابتديت تشم الروائح؟ طبعا. اوكي بصل يا جماعه وتوم يعني. ايه هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنجيب ده خلاص كده البصل والتوم. طيب سؤال بقى. سؤال لولبي. عيني. التومه بتغمقها خالص؟ البصل هنا مش شرط يغمق. سوري البصله مش التومه. لا مش شرط يغمق، هنا مش شرط يغمق، في الصياديه لازم يغمق. طيب ده سؤال، السؤال الثاني بعد ما يغمق بحط الرز الاول ولا الميه الاول؟ في الشغل لو انا هعمل كميه التفضيل احط الرز الاول. الرز الاول. ليه؟ احمصه ياخد من الماده الدهنيه، كل حبايه رز تكون محاطه بالدهون فيبقى مفلفل. تمام. في البيت عشان انا بحب الرز المعجن شويه. انت كأنت انا 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 بفضل بحب الرز المعجن شويه، بنزل بالميه الاول تلون بعد كده انزل بالرز. اصل انا بعمل كده. اوكي. لا انت بس الاثنين صح. الاثنين صح. الاثنين صح. حلو قوي. اوكي. لكن في ده برضو انت بتحط ميه و بحط كل حاجه عادي جدا. وهتحط صلصه بقى. وهحط صلصه بس مستني بس البصله تغمق السنه شويه. هي في الرز الاحمر بقى تاخد لون ولا تحمر؟ تحمر بس كده تدبل يعني. تمام. خلينا نطلع السمكه عشان نكمل باقي اللي هيحصل فيها. حسن ريحتها برضو طلعت. اوكي مفيش هنا جلافز نطلع بيه؟ لا هتلاقيه عندك تحت. اهو. ايوه بالظبط. السمكه بتاعتي. ايه ده؟ اهي. دي تقريبا استوت يا جماعه. بالظبط.
عجبني ان التتبيله اللي احنا اللي هي التتبيله تبلنا بيها السمك ده والسمك السمك المكريل والسمك البولتي عملنا بيها الرز بصراحه لا عجبني. وتحط بقى شرايح الفلفل الالوان والبصل بالظبط وشويه بقدونس سلايس طماطم. لا سلايس طماطم هتطريها انا مش عايزينها طريه، هي اوريدي عملت طبقه من بره كراست، عملت طبقه مقربشه من بره ومن جوه هتكون طريه وحلوه دي زي اللي بناكلها في المطاعم بالظبط بالظبط بالظبط. تمام اوكي. وسنه ملح. انت شكلك بتحب الملح على فكره. لا انت بتهيألك ان هو هيبقى دلع، هو مش هيبقى دلع، مش دلع ده حادق. لا قصدك هيبقى ده حادق، مش هيبقى حادق. هتدوني بعد ما نخلص. ماشي اوكي. وده انت هتعمل بيه ايه ده؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ ده بقدونس. ده بقدونس. بقدونس عادي خالص. ده هتحطه في الرز ولا هتحطه في لا مش هحطه حاجه، ده للبرزنتيشن، ده للتقديم. اوكي اوكي. وحاجه بسيطه من التتبيله بتاعتنا تاني. اوكي. ويعني احنا كده سيبناها الاول خمس دقايق بالظبط، وبعدين بنخرجها نعمل عليها بقى البصل والفلفل الالوان والخضار ورشه ملح، رشه ملح ورشه زيت وسنه التتبيله. ممكن نحط كل الخضار مع بعضه عشان التتبيله ونقلبهم مع بعض وندي كام شريحه ليمون كده وندخله تاني الفرن. ندخله بقى قد ايه الفرن تاني؟ خمس دقايق تانيين. 10 دقايق السمك خلصت. ايه ده؟ فكرني بيها بقى عشان ما ننساش. لا لا ما تقلقش عشان افكرها عشان انا عايزه اكل منها. اوكي. طيب كنت بتقول عن حاجه اسمها السمك الشخصيه، سمك سمكيه ليها شخصيه وسمكه أيوة. فلات. ايه بقى السمك الشخصيه ده؟ السمك اللي ليه شخصيه زي الماكريل، ليه طعم قوي، الزيوت اللي فيه ليها طعم. سمكه فلات زي دي بتقبل معايا اي حاجه. هتديها توم هتاخد معاك طعم التوم. غلبانه وحلوه وعلى قد ايدينا ولطيفه لا والبولت رخيص يا جماعه. السمك البولت بتاعنا من بلدنا. تمام. البصلية خلاص ابتدت تلون. انت نسيت الزيت. الزيت احنا نسيناه بس عايزين نتاكد هو سخن ولا اتقفل اصلا. خلاص لا ما اتقفلش، شغال. متاكد. طيب هاي ليلي العين بتشتغل ازاي. هنرجع له تاني حالا. هنعمل ايه؟ البصل خلاص ابتدى يلون، هنحط بقى الصلصه، بيوري الطماطم. حلو قوي. المفروض ان انا مع بيوري الطماطم كنت اضيف الطماطميه المبشوره. بس للاسف هو بره نسينا نجيبها. عادي ست البيت بتنسى. انا نسيت اكتبها. يعني عادي. انا قلت اقول لكم الصح بدل ما اطلع عامل متفازلك واللي هي يعني بصوا اكننا حطينا بش طماطم صح؟ بالظبط. انا هنا زودت البيوري خليته معلقتين بدل معلقه عشان اللون. اوكي. بس هي بالطماطم بيبقى طعمها احلى بكتير. طب سؤال، لو على الرز الصياديه اوكي حطينا كرفس ينفع ولا ما ينفعش؟ حطي كرفس عادي ينفع جدا. انا بحط ينفع جدا. فيش أوكي. اي مشكله. كرفس يحب السمك والسمك يحب الكرفس. ايوه 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 انا صح. تمام. ماشي. بعد كده هنزل بالرز. ولو حطينا الميه الاول مفيش مشكله يا جماعه براحتكم. ودي التقليبه اللطيفه بتاعتنا. الروايح مش قادره اقول لكم بجد، مش قادره اقول لكم على الريحه خطيره. طب انا شايفه ان السمك الماكريل ده سمك ينفع ان ست البيت لو او ست البيت مش ست البيت كمان لو واحده بتشتغل راجع جايبه مثلا سمك وهتعمله في 10 هو 10 دقايق بجد حرفيا. احنا اهو احنا قدام حضراتكم ما عملناش حاجه. ايه سمك تاني سريع نقدر برضو ايه سمك بطريقه السنجاري ووزن السمكيه ما عديش ال 500 400 جرام نفس الوقت. تمام. ميه سخنه وننزل على الرز. نسيت حاجه مهمه بس بعد ما احط الميه بقى. ايه بقى؟ نسيت احط الفلفل. عادي نحطه عادي. حطه عادي. مش انا قلت نسيت حاجه جوهريه. لا لا لا. طب قول لي وايه يتعمل تاني سنجاري البوري؟ هقول لك حالا. البوري البولتي يتعمل سنجاري. لا بجد؟ هي السنجاري هي طريقه تسويه. هي مش مقتصره على حاجه. لا البولتي صغير بحيث انه ما ينفعش يتفتح. في بولتي كبير. دي مش صغيرة، دي تتفتح سنجاري عادي جدا فعلا؟ طب انا عايزاك ممكن من قبل ما تقليها مش هنفتحها طبعا بس ورينا نفتحها ازاي. حاضر. هتفتحها زي ما هي مفتوحة كده ولا بتتفتح من طريقة؟ لا هوريك حالا بس تتبل الرز. يلا ونرجع نكمل. ملح و كزبرة والكمون وندي التقليبة. مش هتحط فلفل؟ لا مش هحط فلفل. اوكي. وعارف ايه كمان يتعمل سنجاري انا لسه جايباه كان طعمه حلو قوي؟ اللوت. اللوت طبعا
فظيع. سموكة عامل صينية، صينية كده سمكية حلوة للصينية. نديها قيمتها برضه، ليها وضعها يعني. دي اللي دي اللي ليها شخصية بقى، دي السمكية اللي ليها شخصية. وين هنهدي النار على الرز ونغطيه وكده الرز بتاعنا خلص. 10 دقايق بالظبط الرز ناكله على بال ما السمكة تستوي، الرز بالزبط. يكون استوى على بال ما توضبوا السفرة بقى يكون كل حاجة كل حاجة خلصت. طيب نخش بقى على السمك المقلي. يلا هحطه في الزيت وارجع اقول لك ايه اللي تعمل تاني سنجاري. ماشي انا مش تاسي. انا ولا انا ناسي. اوكي السمك خلاص اهو، اهم حاجه بقى نعمل ايه واحنا بنعفر السمك؟ دي اسمها تعفير. تمام، ندي هنا دقيق عشان يبقى مقربش من جوه. اوكي ما يطلعش طري. ده دقيق على دقيق على نشا على البهارات بس. تمام، بعد كده من بره. اوكي اذا انا اول مره اعرف ان احنا ممكن يعني نحط الدقيق من جوه. لا هي تحط من جوه بيكون عظمه. ونعمل كده نطبطب على السمكه، ننزل كل الزياده. احنا كده المفروض خلصنا شكلها. لا هنمسك بقى السمكه كده من هنا. تمام باينه معانا هم جايين من التوب. ايوه اهي السمكه كده، وهننزل بيها في ميه كده ونصفيها كويس. وهيحصل طرطشة دلوقتي طبعا ونبعد. طب احنا عملنا كده ليه؟ عشان تطلع مقرمشة وما تفقدش سوائل من جوه. دي في السوق او في المجمل بيقولوا عليها حاجة صوت طالع. اكيد الصوت عشان طالع عشان القلي قوي طبعا. اسمها تنسيم. ايه؟ تنسيم. تنسيم؟ تنسيم. احنا بنعمل جمبري مقلي في البيت بيطلع زي بره؟ لا. ليه؟ عشان الحركة دي. يعني انا بعد ما احط الجمبري في الخلطه دي احطه في منخل او غربال او وبخ عليه بخاخه. لو انا مش عايز، لو المنخل بتاعي او المصفى بتاعي مش تنزل في دي، بخ عليه بخاخ رزاز واعمله كده وانزل بيه هنا. انا انت عاجبني ان انت بتدينا اسرار ال التركات. مش اسرار، هي هي التركات. التركات. طيب تاني عشان يعني نفس عشان السمك اهي من جوه دي على الناحيتين. احنا ما قلناش هنفتح السنجاري ازاي، بس هقول لكم انا بنسى حاجات كتير قوي النهارده. لا عادي كله. لو سنجاري هنعمل ايه؟ السمكيه المفروض بتفتح من البطن هنا. لا مش هنفتحها من البطن، هنجيبها من الظهر هنا نفتح. الكاميرا جايبه هنا. جايبه واضحه. ايوه نفتح من هنا ونقسمها زي الكراسه. اوكي ونشيل الاحشاء بتاعتنا ونغسلها كويس. بيكون في النص هنا في خيط اسود. ده نشيله كويس. فرشه اسنان تكون عندنا في البيت مخصصين للموضوع ده، ندعك بيها كويس تطلع معانا عظمه حلوه. بس النقطه بتاعت القلي تاني نتاكد ان احنا ايه نزلنا كل دي زياده. ونمسكها من هنا من راسها عشان ما نشيلش اي دي من عليها. وننزل بيها في الميه. تمام ونصفي كويس الميه وننزل نطفش تاني. دي المحلات بتعمل كده، كل المحلات بتعمل كده، حل اوتيل كله بيعمل كده. طب تاني معلش الجمبري. حاضر. الجمبري بنتبله بنفس ده، دقيق ونشا. التتبيله بتاعت الجمبري هي هي البهارات اللي بنحطها على كل حاجه، نفس الطريقه اللي عملنا بيها على فكره. مفيش فرق في التتبيله غير ان انا بزود ليمون اكتر. اوكي بزود شويه ليمون. ولما اجي احط اقليه اعمله في دقيق ونشا وملح وفئ دقيق ونشا ونفس البهارات اللي حطيناها في التتبيله. تمام، وانفضه كويس في منخل او مصفى او كده، انفضه من الدقيق. يا اما حاجه من الاثنين، ينزل بيه في الميه بتاعتي كده وبعد كده انزل بيه في الزيت، او ببخاخه ارش وانفضه كويس وانزل بيه. طيب احنا السمك مش عايزين ننساه. مش هننساه لسه دقيقه واحده. لان احنا خلاص. احنا خلصنا اصلا. الوقت. احنا والله يعني ما كملناش نص ساعه يا جماعه، عملنا نوعين سمك وعملنا الرز. فوالله دي حاجه. بس الرز احنا عاملين نسخه كده كده من قبلينا عشان الوقت. حلو قوي. طب انت مش هتقلب السمك؟ هو الزيت غزير، هو الزيت مغطيه. يعني مش محتاج ان احنا نقلب. لا الزيت مغطيه من ناحيتين. اوكي محتاجين بس نبص عليه. تبص عليها تعمل ايه بقى؟ بتغرز مثلا شوكه؟ لا السمك اديله بالظبط على نار متوسطه بالظبط 12 دقيقه، من 10 ل 12 دقيقه. والله العظيم انت هتخليني انا ماشي دلوقتي اروح اجيب سمك واعمله. والله العظيم ما بهرك. انا فاكره يا جماعه السمك ده برضو صعب، يعني بياخد وقت وبتاع. ده طلع سهل قوي على فكره، ده اسهل من ان احنا نقعد نعمل فراخ ولحمه والكلام ده. السمك احنا بنصعبه على نفسنا، لكن هو أيوة. هو كحاجه سهله جدا. هو بالما السمك بتاعنا بقى ايه يستوي، تعالي نظبط الديسبلاي او انت ما قلتليش على السنجاري.
السنجاري ماله؟ ايه تاني اسماك؟ ايه تاني اسماك؟ عندي البوري، البوري صح، عندي القاروص، القاروص صح، عندي اللوت تمام، عندي وكله بنفس التتبيله دي، طريقه مالهاش علاقه بنوع السمك. دي طريقه على فكره اللي ما يعرفش السنجاري هي طريقه اللي اكتشفها او اللي عملها مصريين تمام. في قريه في البحيره تقريبا مش فاكر اسمها سنجاريا، هي ليها علاقه من الاسم بتاع سنجاري. اوكي. فبيعملوا بيها في طريقه شبهها قوي في العراق اسمها مسكوف. تمام. المسكوف هو سمك برضو يتفتح من الظهر ويتبل بملح وفلفل ويستوي على الحراره غير مباشره للفحم. تمام. لا ملناش دعوه بيها، ملناش دعوه بيها، طعم مختلف، طعم مختلف تماما عنها. وعايز اقول لك على حاجه، يعني انا مثلا اسماك البحر الابيض غير سمك البحر طبعاً المتوسط. طبعا طبعا انا بحب انا ميال للبحر الابيض اكتر. وأنا على فكره بس في اسماك في البحر المتوسط بتكون الاحمر بتكون احلى. الميزه بالفرق بين البحر الابيض والبحر المتوسط في نوع السمكه نفسها ان التيارات هنا بتاعه الميه مختلفه عن التيارات هنا. فالسمكه تلاقيها قويه في البحر الاحمر، تلاقي نسبه الدهون فيها اقل. أيوة. لان هنا درجه الحراره عاليه، في البحر المتوسط درجه الحراره منخفضه. صح. فهي بتحط دهون في جسمها اكتر عشان تبقى مدفيه نفسها. اوكي. طيب يلا نلحق نطلع بقى الحاجه. عشان ايه؟ يلا بينا نبتدي. الناس اكيد زمانها زهقت مننا. لا خالص، انت بجد انت ما تزهقش منك. ما شاء الله عليك، يعني كم من المعلومات والخبره واكتر حاجه عجباني السرعه، ان هي الحاجات سريعه مش ما بتاخدش وقت. ده حقيقي. انا بقول لك انا بعد ما اخلص الحلقه هروح اجيب 2 كيلو سمك واعملهم. خلينا طيب بقى نعمل الديسبلاي بتاعنا او يلا التقديم بتاعنا. خلينا هنا. ماشي. اوكي. احنا جبنا شكل الطبق، بنحط دايما في الطبق بتاعنا الحاجه اللي احنا بناكلها. اوكي. يعني ما ينفعش احط هنا مثلا ورد بلاستيك. برزنتيشن دايما نخليه من الحاجه اللي احنا بناكلها. سائل بصل. بصل، ليمون، بقدونس، ينفع ناكلهم جدا مع السمك. تمام. وهيجي على الرز اللي احنا عاملينه قبل كده، هجيبه هنا. ده لونه بعد ما خلص. سلم ايديك بجد. تسلمي. لا 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 انا هاخد هو ايه الاخضر اللي جوه؟ فلفل. فلفل. وانت السمك قفلت عليه؟ السمك لا، السمك هخرجه حالا. البولتي لا ما قفلتش عليه شغال عشان ما يتحرقش. بس تلاقيش. ماشي. انا عامل حسابي ان انا اخرب كله على الديسبلاي على طول على التقديم. مش هتطلعه الزيت ينزل منه او حاجه. اوكي. واجي هنا الرز. بقالك كام سنه شغال في موضوع الشيف والاكل والطبخ والحاجات دي؟ بقالي شهر 4، يبقى كده بقالي 11 سنه. ما شاء الله. السمكة واو اهي، والعصاره بتاعتها وجوسي ومقرمشه من بره وعظمه. يلا نحطها. هنعمل ايه؟ زي ما هي كده. خدها هنا. دي اول سمك. بصوا بقى يا جماعه، طبق خطير وعلى فكره مش يعني مش هتلاقوه مكلف ومش مكلكع في العمايل ومش بالظبط. انا دي يعني بالنسبه لي اهم حاجه. انا بحب دايما لما اجي اقدم حاجه اقدم حاجه سهله، ما بحبش الجعلصه والكلكع. نطلع بقى. ايوه دي السمكه. واو. بصي من بره مقرمشه مقرمشه. شيف والله بجد يعني انت اسعدتنا. ميرسي، ربنا يخليك والله بجد ونورتنا. و دي لسه شويه مش مشكله، خلاص كفايه دي خلاص. بجد انت نورتنا وشرفتنا وانا كنت سعيده بوجودك. بس بجد توعدنا، يعني انا اتبسطت بوجودك ومتاكده الناس كمان هتكون مبسوطه وهتبقى محتاجاك ان انت تيجي معانا مره ثانيه تقدم لنا وصفات سهله وحاجات سريعه. الشيف احمد خيري ده شرف ليا وانا جاهز جدا. يلا بينا، اتبسطت جدا معاكي. واحنا كمان ربنا يخليك جدا. العفو العفو. يا رب النهارده حلقتنا تكون عجبت حضراتكم. اكله سهله بسيطه سريعه، في نص ساعه عملنا الرز، عملنا سمك سنجاري، عملنا سمك بولتي، وكمان تبلناه. نشوفكم على الف خير ان شاء الله في حلقه جديده من هنا. باي باي.